السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست لبيانات وما بعدها. ضيفنا في الحلقة دي هو باشمهندس مروان والي. أهلا وسهلا باشمهندس، يلا بص بودكاست بخير. باشمهندس مروان هو سينيور ML Ops Engineer at Voice. فطبعا واضح يعني إن احنا الحلقة دي هتكون عن الـ ML Ops. هنتكلم شوية إيه هي الـ ML Ops وبيعمل إيه بالظبط الـ ML Ops Engineer وإزاي الواحد يبدأ في المجال ده. بس الأول قبل ما نتكلم يعني تحب أعرف أكتر إيه اللي خلاك تخش في المسار ده؟ يعني أنت خريج جامعة حلوان AI Artificial Intelligence، فعادة الناس يا إما بتتجه بتسيب خالص مجال الـ AI وتروح ناحية Software Engineering، يا إما بيبقى التركيز كله إن هو يلانجو بأز داتا ساينتست أو أز ماشين ليرنينج إنجينير. فالـ ML Ops هو أظن انتجريشن شوية ما بين Software Engineering والماشين ليرنينج والـ AI يعني، فإزاي أو إيه اللي خلاك تمشي في المسار ده؟ بالظبط. بص، هو اول حاجه طبعا يعني انا اول ما اتخرجت كان طبعا التارجت بتاعي زي معظم الناس حاليا ان انا اشتغل في جزء الماشين ليرنينج والداتا ساينس عموما. طبعا انت بقى يعني مبهور بيه وعايز تشتغل فيه وشايف مرتباته كويسه، ويعني كلنا بتبقى طموحاتنا واماليننا عاليه اول ما نتخرج، لحد ما بتتصدم بالواقع ان انت المنافسه عاليه قوي. في ناس كتير شاطرة، في ناس كتير عاملة ماسترز، في ناس كتير دايسة في كل حاجة، فأنت بتتصدم والفرص قليلة في نفس الوقت، يعني فرص كتير برضه مش كبيرة قوي يعني في الـ AI عامة في مصر. مش كبيرة قوي زي السوفت وير انجينيرنج أوكي. العادي طبعا، بس في يعني في فرص في بس أظن يعني سوفت وير مثلا ممكن يبقى 10 أضعاف الـ Data Science والـ Machine Learning مثلا. بالظبط. سوفت وير عموما فرصه طبعا بتبقى اكتر. ف اتجهت لان انا برضو عندك اول مشكلة ان انت حاجز اول شغلانة ده لازم تكسره بحاجة، فانا كسرته في حتة السوفت وير از باك اند عادي جدا، بس في نفس الوقت حاولت ابقى قريب من المجال اللي انا عايزه، قريب من ناحيتين ان انا مثلا ابقى شغال بايثون، ابقى لو في مثلا حاجة عندهم في الباك اند عايزة ماشين ليرنينج بسيط كده اخش انا اقول لهم انا عايز اعمله، يعني بحيث ان هو ايه ما بقاش برضه بعيد عن المجال، وفي نفس الوقت انا بذاكر له وبستعد وبقدم في الفرص الموجوده ليه. بس خدت اول سنه خبره ليا وكسرت حاجز الشغل وخدت اول شغلانه في مجال الباك اند عموما. اوكي، دي اول حاجه. وطبعا بتبدا في شركه صغيره، بعد كده بتحاول تشوف فرص احسن، بتتصدم بالواقع تاني ان برضه المنافسه عاليه وكده، فبتتجه لحاجه من الاثنين، يا تخش مثلا حاجة زي اي تي اي او منحة او اي كان، يا انت خلاص بقى انت فعلا يعني جالك رزقك وانت راجل كويس وجات لك شغلانة على طول. يعني برضو مش لازم الناس كلها بتتجه لطريق المنح ده، بس هي بتأثر معاك كتير من ناحية القوت، من ناحية ان انت بتجيلك مثلا زي جوب فير، من ناحية حاجات كتير، فبتنجز لك من وقت ناحية كتير. الاسم نفسه، ان انت يعني حاليا في مصر في اتجاه شوية ان انت لو خريج اي تي اي فرصك اعلى في ان انت يحصل لك حاجة يعني بشكل عام. دي حقيقة. ومن ناحية الثقة في نفسك انت بقى داخليا، يعني انت دخلت خدت حاجة هي زقتك، لقيت حاجة تكتبها في السي في، لقيت يعني، فانت نفسك اتحسنت. مثلا حاجة زي اي تي اي برضه بيعلموهم ازاي يعملوا يكتبوا السي في بتاعهم، ازاي يعملوا الحاجات دي، كل دي يعني بياخدوا سوفت سكيل بتبقى اهم في رأيي من السكيل بتاعت الشغل نفسه. تمام. بس وانت في الفترة دي بتبقى خلاص كسرت رهبة الشغل، دخلت كذا انترفيو اترفضت كتير طبعا، فخلاص خدت الاكسبيرينس بتاعت الانترفيوز. انا بالنسبه لي دخلت بعدها منحه كانت غير اي تي اي، ما كانت فاتتني اي تي اي، دخلت ديبي، كنت اول دفعه في ديبي، وبعدها يعني دي خلصت اللي هي على من ناحية وزارة الاتصالات اللي هي الماجستير سنة صح؟ ماستر اوف انجينيرنج. بالظبط، هي اختصار لديجيتال ايجيبت بيلدرز انيشيتيف، دي منحه من وزاره الاتصالات بتتقدم كده، بتبقى تقريبا كل 6 شهور تقريبا في دفعة أو كل 3 شهور مش هي فاكر شغالة بالظبط. لسه صح؟ يعني ستيل شغالة ولا وقفت؟ لا هي شغالة بس يعني قربت تخلص، لأن هم كانوا حاطين في البلان أول ما احنا دخلنا إن هم يقعدوا 5 سنين، مش عارف بقى زودوها ولا إيه، بس هم بيتعاقدوا مع جامعات كتير، وفي برضو حاجات تانية غير الماستر زي سوفت سكيلز من ناحية ديل كارنيجي مثلا، بيدينا كورس سوفت سكيلز، بيرلتك انجلش، سوفت وير يعني مثلا سيرتيفيكتس من اي دبليو اس ومايكروسوفت واي بي ام وحاجات كده، فهي برضو بتديك زقه كويسه من ناحيه، برضو بتملى السي في بحاجه كويسه، وفي نفس الوقت برضو بيبقى
هم مش عاملين جوب فير زي اي تي اي، بس بيريكومندوا كده السيفيهات للناس المتميزه يعني. بعد كده جويند على طول فويس اول ما اتخرجت، ومش ريكومنديشن من المنحه، عشان الناس برضه بتبقى حاطه ان انت مش هتشتغل الا بريكومنديشن من اي تي اي او بالمنحه وكده، لا مش لازم. بس برضه بصراحه هو بريكومنديشن، مش فهنا من برضه حد شغله. ريكومنديشن من حد جوه، ريكومنديشن من حد عن طريق ناس اللي انا اشتغلت معاهم في اول شكرا. شغلانه. طب فانت هي دي بقى الفكره، الريكومنديشن ممكن الناس بتفهمه غلط ان هو مثلا تبقى حاجه زي واسطه او كده، لا هي ما بتبقاش كده، بس بتبقى ان هو بس وصل السي في بتاعك للشخص المسؤول ان هو يراجع السي في. ودي من المشاكل الكبيره اللي انا بعد كده بقى يعني مؤخرا بقيت انا ببص كمان على السيفيهات، وعرفت هو ليه الريكومنديشن بقى مهم بالنسبه لي. عشان في سيفيهات كتير قوي، وانت عادة بتسكان بسرعة، في ناس كتير بيقعوا يعني، حتى ممكن يكونوا كويسين بس في مشاكل في السي في بتاع. بالظبط، وانت في الاول وفي الاخر يعني عندك الاعداد كبيره، والاغلب كل الخبرات شبه بعض، فبتميل ان انت تفلتر بيزد على حاجه كانسان عموما. انت عايز تفلتر يعني، قدامك ناس كتير فانت عايز تفلتر منهم تفلتر منهم، تبدا تحط شروط تحط شروط تحط شروط. انما الريكومنديشن بينجز لك شروط كتير، انت تبقى عارف ان الشخص ده انا ايه اللي انا عايز حد كذا 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 كذا، فهو هيجيب لي حد عنده الخبره دي، وانا عارف ان هو مش مثلا مش لسه بقى هراجع وراه هو الراجل اللي كاتبه في السي في ده مظبوط ولا مش مظبوط، لان انا واثق في الشخص اللي جابه. وطبعا بيبقى في ناس مثلا بتعمل ريكومنديشنز وخلاص، ففي الاغلب برضه دي مش حاجه كويسه، في ناس بتبقى حريصه ان هي تعمل ريكومنديشن حبيب توصل اعرفه واشتغل معاه كويس. بالظبط، ده بيدي انديكيت للتيم ليدر بتاعه ان هو الشخص ده مش هيجيب له اي حد. فالريكومنديشن بتبقى حاجه كويسه، ودي بتيجي بالعلاقات العامه بالناس، يعني انت بتبقى كويس مثلا من اول حتى دفعتك في الكليه، انت علاقتك بالناس كويسه، الناس دي هتطلع هتشتغل في اماكن، علاقتك بزمايلك اللي اتقابلتهم في المنحة، علاقتك بزمايلك اللي اتعرفت عليهم في الشغل، عموما علاقات. بالظبط. انا يعني انا شخصيا برضو عندي تجربه مشابهه. يعني انا اخر شغل اخدته برضو كان ريكومنديشن من حد، ولكن كان حد دفعه اكبر مني بدفعتين في الكليه، وكنا اصحاب. فيعني كانت حصلت لي مشكله في الشغل الاخير، وهو لما شافني حصلت لي المشكله دي برضو عمل لي ريكومنديشن، واتقابلت في الشركه اللي هو شغال فيه. فهي فعلا خاصه كمان الناس الاكبر منك، لو تعرف تبقى ليك علاقه بيهم كويس، ان هم هيكونوا قبل ما انت تتخرج مثلا هيكون هو اوريدي بقى سينيور في مكان بعد سنتين ثلاثه مثلا، فهيبقى مفيد جدا ان انت يبقى ليك علاقه كويسه. بالظبط، فدايما الواحد يعني المفروض يبقى حريص على ان هو يدي يعني جود امبريشن لاي حد بيشتغل معاه، ان هو يوري له قد ايه هو شخص فعلا مسؤول، وهي يعني هيشرفه في المكان اللي هو هيعمله ريكومنديشن فيه عن بس. فدي كانت اول نقطه. ومن بعدها بقى دخلت طبعا از ماشين ليرنينج انجينير، ده كان التايتل بتاع البوزيشن. بس يعني انت بقى لما بتتواجه بالشغل الفعلي، السوق بقى هنا هو اللي بيزقك لان انت تبقى حاجه معينه. فانا كنت عايز يعني داخل ان انا شغال ماشين ليرنينج انجينير، ودي دراستي اللي انا دارسها من اول الكليه والمنحه والكلام ده كله. بس لما بتتواجه بالسوق ان انت الماشين ليرنينج موديل ده خلاص احنا خلصناه، بقى عندنا ازمه، بقى عايزين الموديل ده يبقى في البرودكشن، ومش عايزين حد يعني سوفت وير انجينير هيعمله، لان في مشاكل وفي حاجات في الاعتبار، لازم يكون حد عنده باك جراوند من الماشين ليرنينج، وفي نفس الوقت فاهم سوفت وير انجينيرنج وفاهم شويه كلاود وديف اوبس وكده. فالماشين ليرنينج اوبريشن او الام ال اوبس هو خليط ما بين سكيلز كده متوزعه. طيب هل انت هتيجي من ناحيه الماشين ليرنينج وبعدين تتعلم سوفت وير انجينير، ولا من ناحيه سوفت وير وبعدين تتعلم ماشين ليرنينج؟ الاثنين انا شايفهم هيقدموا نفس النتيجه. بتفرق في ايه بقى؟ هتفرق على حسب الشركه اللي انت رايحها، وعلى حسب البروجكت اللي في الشركه اللي انت رايحها. انت ممكن محتاجاني اكتر. بالظبط غيرت بس البروجكت بقى وخلاص، محتاجينك عندك سكيلز ثانيه، او حتى هتتعلمها يعني مش هتفرق. فبصوا، هي برضو ملهاش قاعده ان انا ماشين ليرنينج انجينير هعمل واحد اتنين تلاته، وماشين ليرنينج اوبريشن هعمل واحد اتنين تلاته. لا، هو انت الموضوع يعني هي مجموعه سكيلز. يعني انا بشوف مثلا جوب بس بيساعد بيقول لك داتا انجينير، ابص في الريكويرمنت، لا الراجل ده انا مسميه عندي في الشركه داتا ساينتست، مش هتفرق.
المسميات مش تفرق. خلينا نتكلم كسكيل بعيدا عن المسميات، لان المسميات مختلفه جدا من واحد للتاني. وبعدين ممكن تخش على مسمى، وزي ما انت قلت بعد ما تشتغل اول بروجكت مثلا كداتا ساينتست، وبعد ما بيخلص تلاقي البروجكت الثاني انت شغال مثلا ماشين ليرنينج انجينير، او شغال اكتر ام ال اوبس، فعلى حسب البروجكت اللي موجود وعلى حسب انت اللي دورك ايه في البروجكت ده، الموضوع بيختلف اختلاف كبير، خاصه لو احنا بنتكلم شركات صغيره برضه، يعني الشركات اللي هي الكبيره قوي بيبقى خلاص كل واحد ليه بوزيشن محدد جدا، لكن كل ما السكيل بتاع الشركه ما بيصغر كل ما انت يعني الموضوع بيعتمد على المشروع اكتر يعني، وعلى دورك انت في المشروع ده. وعايز اقول لك والله، يعني حتى في الشركات الكبيره انا اعرف ناس، وحتى عندنا في فويس، انت الموضوع بيزد على البروجكت قوي، على حجم البروجكت. يعني انا بشتغل في بروجكت فيه 5 6 تيمز مختلفه، كل تيم فيه 2 3 او حتى 4 شغالين على بروجكت واحد كلنا. وبعدين شفت على بروجكت تاني، لا انتوا مثلا بتبقوا 2 3 مسؤولين عن كل حاجه، لان هو البروجكت لسه مثلا في مرحلته المبدئيه. لما تكبر هنجيب تيمات تانيه، بس انت في الاول بتعمل كل الرولز. فانت ما تتمسكش قوي بالشغلانه اللي انت عايزها، خليك شويه فليكسبل مع السوق، وفي الاخر انت هتعرف انت كويس في ايه او بتحب ايه، يعني دي هتعرفها قدام. ومفيش مانع ان انا اتعلم مثلا الحته دي، اتزقي مثلا ان انا هبقى داتا انجينير وانا مش حابب الموضوع، بس اتزقي فيه خلاص لان الشغل عايز كده. وفي الاول وفي الاخر هي سكيل انت اتعلمتها هتفيدك في وقت ما، في مكان ما ممكن تلاقي بعد كده مثلا بوزيشن هو عايز فيه الحاجة اللي انت عايزها جدا، بس في نفس الوقت بيتطلب ان انت يبقى عندك شوية بيزكس مثلا كده انجينير، فهتنفعك كده كده يعني. بس طبعا كله لازم يبقى ريليتد ببعضه، يعني برضه مش هنقول، يعني مثلا مش هيبقى واحد شغال داتا اناليسز وبعدين هاجي اقول له تعالى اعمل لي ديبلويمنت للموديل، يعني الموضوع ما بعيد. بيبقاش كده بس. يعني في اتجاه، يعني احنا بنحاول نحط اتجاهات لمسارنا في الكارير. انا مستحيل اضمن ان انا هشتغل بالحاجه دي بالضبط اللي انا عايزها، دي صعبه جدا جدا وبتقلل فرصك. فلا، سيب نفسك شويه بس وجه نفسك عن طريق كورسز، عن طريق منح، عن طريق اي حاجه، عن طريق بوزيشنز انت بتقدم عليها، ده كله توجيه يعني. جميل. بس طيب خلينا بقى يعني احنا خلينا نبذة كده صغيرة عن ايه هو الايميل اوبس، بس ممكن بقى نتكلم اكتر يعني ايه بالظبط الايميل اوبس انجينير بيعمل ايه؟ طيب بص، احنا الاول تعال نجيب اصل المشكله، يعني لماذا احتاجنا الايميل اوبس في الحياه عموما. حلو، احنا السوفت وير العادي من غير الماشين ليرنينج كان بيبقى عباره عن ايه، ان احنا بيبقى عندنا شويه ديفلوبرز بيعملوا جزء الباك اند بتاعهم او كده، احنا بنتكلم كسوفت وير من ناحيه الباك اند، وبيبقى في ناس تانية او هو نفس الديفلوبر ده بيديبلوي الشغل ده على الهوست بتاعهم، سواء بقى كلاود او شغالين اون بريمس او ايا كان. بعد كده الموضوع كبر شويه، فاحتاجنا نأوتيميت الكلام ده ويبقى في شخص مسؤول عن الحته دي، وده اللي هم بيسموها الديف اوبس. اللي هو فالديف بياخد الكود ويعمل له ديبلويمنت على كلاود، بحيث بعد كده ان اليوزرز يقدروا يستخدموه من اي حته، صح كده؟ بالظبط هو مش بياخد الكود يعمله ديبلويمنت بس، هو بيأوتيميت بايب لاين كامل، من حيث مثلا انت دلوقتي في شغلك بيبقى مثلا عندك كذا ستيج، عندك مثلا تيستنج ستيج، عندك برودكشن، عندك ديفلوبمنت، عندك كذا ستيج. فانا ازاي مثلا انا خلصت كود، انا كديفلوبر عايز اعمل بوش في برانش معين على الجيت هاب، اوتوماتيك يران مثلا تيست معين يفاليديت بيه الكود، واوتوماتيك لو هو عدى يعمل له ديبلويمنت على الستيج المعينه، وبعدين مثلا ممكن حتى بعد ما يطلع الستيج دي يتست الاي بي اي نفسه او الحاجه يعني. في اوتوميشن حاجات كده هي تتعمل مانيوال بس هتاخد مني وقت كبير قوي، وبقى الموضوع كبير لدرجه ان انا مش عايز اوجع دماغ الراجل الديفلوبر اللي هو شغال باك اند ان هو يعمل البروسيس دي. فجبت شخص متخصص سميته ديف اوبس، هو فاهم كلاود، فاهم، مستخدم بقى عنده كميه تولز رهيبه، الديف اوبس بيشتغلوا مع تولز كتير قوي وكل يوم بتتجدد. فكرته بكل بساطه ان هو بيحاول يوتوميت لك الكلام ده، بحيث ان انا كديفلوبر بقوم جاي خلصت الكود عايز تيست على تيست انفايرمنت، بس ببوش معين عملت بوش بيحمل مثلا 5 دقايق وبعدين اخش الموقع خلاص بقى جاهز. اللي عمل قبل بقى كده البايب لاين ده كله هو الديف اوبس انجينير، هو اللي بالظبط بيوتوميت هو كل ده. اللي بيخلي الموضوع سريع وسلس، ويديتكت
الايرورز بدري بدري more يعني، efficient كمان يعني. وبيقلل الهيومن ايرور، ان انت ممكن انت بتديبلوي تنسى حاجه في الكونفيجريشن، تنسى حاجه مش عارف ايه، فيبقى اصلا تفضل تضيع وقت في هسه اللي انت مش عايزه. لا، هو بيعمل لك الحاجه اوتوميتد ببايب لاين ثابت، وكل حاجه بتبقى سيمبل، وشلت الهيدك ده من على الديفلوبر. احنا اتجهنا لده امتى؟ لما الموضوع كبر، لما السكيل بتاع البروجكتس كبر. كل اللي بنتكلم فيه ده السوفت وير العادي. بعد كده بقى عندنا سوفت ويرز فيها ماشين ليرنينج. فالماشين ليرنينج بقى عندنا مشكله ان هو الماشين ليرنينج موديل هو ستيل سوفت وير عادي. سوبر ليه حاجات مختلفة أو ليه حاجات خاصة بيه؟ بالظبط، بقى في حتت تانية محتاجه حد فاهم الى حد ما، عنده باك جراوند عن الماشين ليرنينج كويسه وفاهم الموضوع ده. طيب حاجات تانية زي ايه؟ اولا المشاكل بتبدا تظهر معانا من اول الاكسبيرمنتس نفسها. انا كواحد داتا ساينتست بعمل اكسبيرمنتس كتير جدا، او ماشين ليرنينج انجينير، بجرب مودلز كتيره، كل موديل بعمل له هايبر بارامتر تيونينج، بجرب حاجات مختلفه في الداتا نفسها، في البري بروسيسنج، في الحاجات دي. طيب ازاي اتراك كل الاكسبيرمنتس دي؟ فده جزء من الدوكيومنتيشن. طبعا لو انا عملته مانيوال هيبقى الموضوع صعب جدا لو السكيل كبير. ده لسه احنا بنتكلم في جزئيه قبل الديبلويمنت، في جزئيه الديفولمنت. يعني لسه احنا لسه بعمل ديفولبنج للموديل نفسه وبعمله تريننج، فالهايبر بارامترز اللي انا بستخدمها عايز اعمل لها يعني دوكيومنتيشن بشكل كويس، بحيث ان انا بعد كده اقدر اتاكد الريزلتس بشكل سهل يعني. دوكيومنتيشن وفيرجننج يعني، انت برضو مثلا في الكود بتشوف تعمل مثلا، فيرجنز للكود. او يعني طيب انا في الموديل هستخدم ايه؟ طلعت لي عايز اتراك الريزلت دي، عايز لما اعوز اريبريديوس الكلام ده يبقى سهل. تمام، واقارن المتريسيس دي ببعض. انا عامل تجارب، انا مش شخص لوحدي، انا شغال في تيم، في ناس كتير هتشتغل، ومن اول كمان بقى البري بروسيسنج والفيتشر انجينيرنج، كل دي فيتشرز كتيره عايز اتراكها، فدي مشكله. تمام، طيب الداتا ساينتست هيتعلمها بطريقه ما وهيعملها. هنخش مشكله تانيه، ان المودلز بتاعتنا عايزين برضه نعمل لها ديبلويمنت اوتوميتد كده، وعايزين التيست ما يبقاش بس بتست ان الكود شغال، لا انا عايز اتست الموديل اكيورسي، او عايز اتست الاف 1 سكور يعني الماتريسيز عموما بتاعت انت الموديل. بتشوف الاكيورسي دي زي لما كانت يعني قبل ما اعملها ديبلويمنت والبرودكشن كمان، هل نفس البرفورمانس ولا لا؟ اللي ممكن يحصل مشاكل بعد كده يعني. فانا لازم يبقى عندي تيستنج زي ما انا كده بتست الكود قبل ما بيطلع برودكشن، انا برضو عايز تست الموديل قبل ما يطلع برودكشن، فغير تيستنج الكود انا كده كده هتست الكود. تمام، طيب بعد ما طلعت عايز اعمل مونيتورنج، ده برضو كان الديف اوبس بيعملها. مونيتورنج مثلا الديف اوبس ممكن يشوف الهاردوير، يشوف الاي بي اي شغال ولا لا، بيشوف الفانكشناليتي، وممكن مثلا يتست شويه ريزلتس. بس انا مش عايز التيست يبقى كده بس، لا انا عايز اتست برضو الاكيورسي، اتابع الموديل بتاعي، اشوف مثلا هل الداتا حصل فيها حاجه اسمها داتا درافت، طب هل في تارجت درافت، طب هل في يعني ايه اللي بيحصل من الموديل اللي طلع ده، لازم ابقى متابعه ودايما فيدباك عنه. فالموضوع ما بقاش متوقف ان انت شخص ديف اوبس بس، لا انت عايز حد فاهم الجزئيه دي، وفي نفس الوقت فاهم الجزء بتاع الماشين ليرنينج، وطبعا هيتعلم تولز تحل بقى المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي. فهي مزيج كده يعني، صعب صراحة ان انت تطلع اول شغلانة تشتغلها كده، لازم تبقى هي من حاجة ومشفت. عادة يا اما جاي من ديف اوبس صح، وبعدين بتشاف ترينر. اظن ده افضل حاجة ان انت تبقى ديف اوبس وبعدين تروح على ايمل اوبس. ده يعني اظن اقصر شفت ممكن تعمله صح، ولا فاهم غلط؟ بص مش عارف يعني، انا كتجربة شخصية انا جاي من، باك اند. مش جاي من باك اند. بص انا ككليه كمبيوتر ساينس، هم بيدونا كباك اند، كسوفت وير انجينير تطلع سوفت وير انجينير كويس، هم مدينا القواعد دي كويس يعني، متاسسين فيها حلو. الماشين ليرنينج دي اختلافات شخصيه من واحد اصلا كان بيذاكر الحاجات دي وعايزها ولا لا، وطبعا زي المنحه او اي تي اي او ايا كان. فانا كان عندي الميكس ده، بس كان ناقصني حته الديف اوبس. وانا لغايه دلوقتي ما بقولش على نفسي ديف اوبس يعني، انا مش زي، مش قوي في الديف اوبس زي الديف اوبس الحقيقيين. فانا مش عارف هل لو بقى واحد ديف اوبس ذاكر ماشين ليرنينج الموضوع هيبقى اسهل عليه، ولا انا مش هيبقى قادر اصلا. احكم، انا ما باخدش التجربه. انت فاهم قصدي؟
انا بس انا اللي واثق فيه ان الطريقين هيودوا نفس الحاجه، ممكن يبقى الاثنين شغالين مع بعض. يعني انا ممكن يبقى انا عندي في تيم واحد، واحد جاي من قوي في الديف اوبس وفاهم شويه في الماشين ليرنينج، واحد وبالعكس العكس. دي انا شايف، انا شايفها دي البيست كيس، يعني ان انت الاثنين دول في نفس التيم. وطبعا اختلافات بقى برضو بتبقى على حسب البروجكت زي ما قلنا. يعني انا مثلا في بروجكت اشتغلت فيها ما كنتش محتاج ابقى ديف اوبس كويس خالص، كان تيم مسؤول عن الديف اوبس وتيم مسؤول عن داتا انجينيرنج وتيم مسؤول عن داتا ساينتست، وانا بشتغل في حته صغيره قوي. في بروجكت تاني لا، حسيت باهميه الموضوع ان انت محتاج تتعلم ده وده 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 عشان تربط ده كله. فالامل اوبس هي برضو حته كده ضبابيه شويه، عشان خاطر زي ما قلنا بيزد على البروجكت وبيزد على الكومبري وبيزد على سكيل البروجكت اللي انت داخل عليه. لان برضو انت لو بتعمل حاجه بسيطه محتاج حد يكون مسؤول عن الحتة دي تحديدا يعني. بالظبط مش هتحتاج تكبر الدنيا، لكن لو البروجكت كبير وفي ناس كتير شغالين فيها والمودلز دي هتطلع، يعني هتشغلين كذا سنه على نفس الحاجه، لا لازم يعني قدامها هتزعل يعني. أبويا شغل السنة أو السنوات اللي أنت اشتغلتها كلها لو الموضوع ما اتعملش مظبوط يعني. طيب حلو قوي. أظن إحنا كده يعني فهمنا اللي ام ال اوبس بيعمل إيه. وإلى حد ما لو طب لو حبينا يعني نفرق شوية بين ام ال اوبس والماشين ليرنينج انجينير، هل هم يعني أظن في تداخل كبير ما بينهم صح؟ وممكن يبقى حد مثلا مسمى ماشين ليرنينج انجينير هو بيعمل شغل ام ال اوبس صح كده ولا؟ يعني بحس ان في بالظبط. بص تداخل كبير ما بين الانجينيرنج والام اوبس عامه. اقول لك، انا لو في تيم في واحد اسمه ماشين ليرنينج انجينير وواحد اسمه ام ال اوبس، فتخيلي عن الموضوع الماشين ليرنينج انجينير ده هيبقى كل تركيزه على انه يطلع احسن موديلز ويعمل اكسبيرمنتس كتير وكده، ان هو هيبقى مركز على التيونينج، اختيار الموديل لو في حاجه عامله في الداتا، ده تركيزه. الام ال اوبس هيبقى تركيزه على ان الاوتبوتس اللي بتطلع من المودلز دي يتراكها، يعني هو هيست كده انفايرمنت، وهيست يعني هيعرف الماشين ليرنينج انجينير مثلا لو عايز تجرب اعمل كذا كذا كذا، والتجربه دي هي هتتراك. يعني انا هراقبها او هتابعها يوزنج مثلا تول زي ام ال فلو، وهسجل لك كل حاجه انت عايزها واطلع لك في الريبورتس كده، هتقدر تختار منها احسن موديل في الاخر. ومن بعد بقى ما خلاص استقروا على الموديل ده، كل بقى الحاجات الاوتوميتد بقى، من حيث ان انا الموديل ده هاخده اطلعه على ستيج معينه، اعمل له التستنج بتاعه، اعمل له ديبلويمنت على الانفايرمنت النهائيه، والمونيتورنج اللي في الاخر، كل ده تبقى مسؤوليه الام ال اوبس. تمام. طيب لو في لو يعني لو حد ممكن اصلا لا يعني ممكن في شركه فيها داتا ساينتست وماشين ليرنينج انجينير وام ال اوبس، لو بنتكلم في حاجه كبيره شويه هيكون بقى يعني ايه الحد الفاصل ما بين كل واحد فيهم؟ سؤال صعب شويه صح؟ انا حاسس ان هو يعني غالبا داتا ساينتست هيكون بيعمل شغل التريننج، ما اعرفش بقى هل ماشين ليرنينج انجينير والام ال اوبس هيبقى هم بيعملوا نفس الحاجه ولا يعني. تخيلي عن الموضوع برضو ان انت كداتا ساينتست هتبقى مهتم اكتر بالداتا نفسها، ممكن صح. تفهم الداتا، تفهم البيزنس بتاع الراجل، تحدد الحاجات الاساسيه تمام بعد ما بتقعد يعني مع البيزنس، تفهم اللي احنا بنعمله ده اصلا احنا عايزين نعمل ايه في الاخر، تحدد الجول بتاعنا. لان برضو من ضمن مشاكل الماشين ليرنينج ان انت لو مش حاطط جول في الاول، ودي يعني رغم بساطتها بس فعلا بتبقى هي مشكله ناس كتير بتنساها، انت ما عندكش جول كويس مش هتوصل لحاجه. فعشان تفهم الجول ده لازم بيبقى شخص داتا ساينتست، بيبقى هو قاعد مع البيزنس وفاهم الداتا بتاعتنا، وفي الاخر بيبقى بيحط زي توجيهات. الماشين ليرنينج انجينير بقى هو اللي هيفضل يجرب كتير تمام، وفي الاخر الام ال اوبس زي ما قلنا خلاص ده التكمله بتاعتنا اللي هي بتاع الاوتوميشن كان اللي في بين الاخر فاهمين السايكل كلها تاني. بالظبط. وممكن في سكيل تاني يبقى واحد بيعمل كل ده بالظبط عادي جدا. بالظبط على حسب السكيل، على حسب البروجكت، على يعني الموضوع بيعتمد على حاجات كتير قوي. عشان كده مهم الواحد يبقى عنده فلكسبيليتي بصراحه في المجال ده. يعني صعب ان الواحد يقول انا مثلا هشتغل ام الاوبس في الحته دي بس ماليش دعوه باي حاجه تانيه، ولو بوزيشن ما فيهوش الحته دي انا مش هشتغل. يعني بشوف ناس خاصه اللي بيبقوا لسه بادئين مثلا يقول لك انا عايز اشتغل ان البي مثلا واي حاجه تانيه مش هقدم فيها او كده، فده بيقلل عن نفسه فرص كتير يعني، لان الدنيا ما بتمشيش كده في الواقع يعني، بيبقى صعب ان انت تلاقي اللي انت عايزه بالظبط. دي حقيقة، وخصوصا في الفترة اللي في الأول، ما بالظبط انا يبقى بقول فترة من الاول بالذات يعني. كام سنة خلاص أنت تبقى عارف أنا عايز واحد اتنين تلاتة. لكن أنت في الأول، وعايز أقول لك في مشكلة برضو لاحظتها،
ان انا في حاجات كتير كنت فاكر ان انا بحبها، لما جربتها لقيتني ما بحبهاش اه عادي. ده حقيقي جدا. مش حلم حياتي ان انا اكمل كده، لا. فانت سيب نفسك للتجربه، وهي بص برضو الرزق في ان انت الشغل هيزقك في حته زي ما قلت لك، انت بتتزق، فروح مع الفلو، وفي الاخر حاول توجه نفسك للاتجاه اللي انت عايزه. لكن اذا زي البحر كده، كأنك راكب مركب، وهو في الاخر في متغيرات بره انت مش شايفها ومش هتعرف بالظبط. تحسبها. يعني في حاليا برضو اظن برضو حاجه يعني في الكام سنه الجايين هيظهروا بقوه، اللي هو ال ال ام اوبس بقى، اللي هو هيبقى مختص مثلا بال ال ال ام ان برودكشن. فهو الموضوع صعب قوي ان انت تفضل يعني ايه ماسك في حته واحده وتقول انا هشتغل في دي بس. الدنيا بتتغير بشكل سريع جدا يعني، وكل شويه هتلاقي في حاجات يعني ايه سب فيلدز كده بتظهر من فيلدز كبيره موجوده. فمهم الواحد يبقى عنده فلكسبيليتي دي عشان يقدر يلاقي شغل، اللي هو خصوصا في يعني الكلام ده لو حد لسه متخرج في الاول بيحاول يدور على شغل. يعني مهم قوي بقى فكره المرونه دي يبقى عندك يعني. المرونة، وعايز اقول لك والله مؤخرا انا بقيت بشوف برضه شغل، هو انت ما بتعملش الديفولت اللي احنا متعودين عليه، ان انا اجيب داتا واعمل لها تريننج، لا، انت بتروح تجيب بري تريند موديل تستخدمه في الابليكيشن بتاعك، ممكن تقول له تيونينج مثلا على حاجه، بس انت في الاخر الموضوع ما بقاش شبه اللي احنا بنتعلمه. للاسف برضه اللي انت بتتعلمه انت عمال مركز قوي على ان انت ازاي تطلع احسن موديل، في حين ان انت ممكن تيجي في الحقيقه تلاقي ان الموديل ده خلصان، يعني خلاص احنا تمام، انت جويند وهو الموديل موجود، مش هنعمله، مش يعني مفيش اي تطورات، يعني في تطورات بسيطه قوي بس مفيش اي حاجه زي اللي انت كنت متخيلها دي هتتعمل بقى كل يوم. هنفضل ما احنا الموديل على الاقل حتى هياخد فتره، هياخد شهر شهرين، وصلنا الموديل معقول، عايزين بقى نكمل الابليكيشن بتاعنا، بعد كده نرجع تاني نطور في الموديل ده مثلا، او ان انت تروح لشغل زي ما بقول لك، يبقى هو اصلا مجرد ان انت بتجمع كذا بري تريند موديل. طبعا الحاجات دي برضو محتاجه اكسبيرينس، ان انت تبقى فاهم انا بختار الموديل ده بناء على ايه، هيفيت مع الحاجه اللي انا عايزها ولا لا، هستخدمه ازاي، هعمل له فاين تيونينج ازاي، ما هي كل دي برضو اكسبيرينس. بس الموضوع قصدي ما بقاش شبه اللي احنا كنا بندرسه في الكليه. تراديشنال بالظبط. هو برضه الكليات مش عارفه تواكب على اللي بيحصل دي يعني في الاندستري بره. صعب جدا، ومحدش عارف يواكب يعني. ما حدش عارف حتى الناس اللي شغاله مش عارفه تواكب. فعشان كده يعني هنا برضه بحس شويه اهميه حاجه شبه الاي تي اي او اللي هي البوت كامبس عامه. هي لحد ما بيبقى ممكن يغير في المنهج بسرعه يعني، ممكن من باتش باتش يغير المنهج عادي، ولحد ما بيحاول يربط ما بين الاندستري واللي بيحصل يعني والدراسه بتاعتك يعني. فاهم؟ بتبقى انا شايف ان هي بتبقى حاجه لطيفه صراحه، بس هي المشكله حاليا ان بقى عليها منافسه جديده برضو يعني. اظن يعني كل الناس ديفولت ان هي بتخلص كليه وبتقدم على طول يعني، حتى لو ان هو يعني 9 شهور مثلا. اخد 9 شهور انا لو قعدت في البيت غالبا مش هعرف احصل نفس الكم من المعلومات والفايده لو قعدت في البيت لوحدي يعني. ما هي بقى دي بقى التركه اللي موجوده في الحقيقه عموما، ان انت في الاخر بتكتشف ان السكيل بتاعت ان انت تذاكر لوحدك هي دي المفتاح لكل حاجه، هاي يعني مش او هتعرف مش تواكب عارف، بقى زي ما بنقول دلوقتي كده. وانت مع مسير الاي تي اي والحاجات دي سنك هيكبر عليها، يعني او خلاص حتى انت لو هتشتغل وتخش. بس هو فكره الواحد برضه لما يبقى في الانفايرمنت بتاعت الشغل دايما، فكره ان تكسر حاجه اول شغلانه دي هي بتبقى صعبه يعني. ف طبعا طبعا بس دي لازم ديك اول زقه فعلا اي تي اي في حاجه زي كده. بس فعلا انت عندك حق، فكره ان يبقى عندك بقى المهاره ان انت تقعد تذاكر لوحدك دي مهمه جدا يعني، عشان بعد كده خلاص مش هيبقى فيه يعني ايه حاجه شبه الاي تي اي تزوقك بقى في اللي بيحصل عامه في الواقع يعني. بالظبط. بص يعني بعد الشغل عموما بسنه سنتين، تو سكيلز بصراحه انا شايفهم اهم سكيل، ان تذاكر لوحدك وان انت تذاكر من كتب، ما عندكش الاثنين دول، مهما خدت كورسات فيديوز، مهما خدت دبلومات، هي في ليميت كده مش هتوصل له الا بالكتب، ودي احنا يعني انا بصارع فيها، في ناس ما شاء الله الموضوع بالنسبه لهم سهل، دي سكيل بصراحه يعني خرافيه، ان انت تذاكر من كتاب مش حاجه سهله، بس فعلا لو اتقنتها او بقى ليك خلق عليها وعملت روتين كده ليها بتخليك في حته تانيه يعني. كمان بحس ميزه الكتب ان هي يعني من ناحيه صعب قوي ان في موضوعات كتير يعني بتاخد فتره قبل ما يتعمل لها كورس محترم فيديو. الكتب الى حد ما بتبقى دايما اسرع يعني. دلوقتي مثلا احنا بنتكلم ال ال امز، في كتب كتير جدا نزلت في النقطه دي مثلا، والجينيريتيف اي اي لسه الكورسات مش ملحقه في الحته دي. غير كمان ان هو يعني ايه تقدر انت تسكان بسرعه غير الفيديوهات يعني. انت لو مثلا موضوع انت عارفه قبل كده فالكتاب ممكن مثلا يعني في ساعه تمر عليه سريعا تعمل ريفريش، غير بقى الكورس مثلا ممكن يبقى فيه يونت كامل لازم تقعد تسمعه كله. فلا فعلا الكتب مهمة جدا يعني في الحتة دي. والتلخيص طبعا
اه طبعا تمام. متغيرش، وتقدر ترجع لها بسرعه يعني. الكورس انا صعب اعرف الاقي مكان الحاجه اللي انا عايز اسمعها تاني او كده، لكن كتاب خلاص انا ممكن اعمل علامه واقدر ارجع لها بسرعه بعد كده يعني. فاهمني؟ طيب خلينا ناخد الفلو بقى بتاع بروجكت ام الاوبس يعني. خلينا نجاوب على سؤالين، ايه الفلو بتاع البروجكت بتاع الام الاوبس، والتولز بقى اللي انا بستخدمها في كل خطوه، بحيث احنا ايه الشخص يبقى عارف ايه التولز ممكن يستخدمها، والاوفر فيو بتاع ام الاوبس بروجكت عامه، او اللايف سايكل بتاع الام الاوبس انجينير بيبقى عباره عن ايه؟ اوكي طيب، بص انا هقول لك على التولز الاساسيه اللي طبعا هي زي ما بقول لك هي وكتير جدا. متغير أكيد من شركة لشركة ومن بروجكت لبروجكت كمان، فاهم؟ انا هقول لك اللي هم الاساسيين اللي هو في الاغلب مشتركين عند معظم الناس. طيب احنا زي ما قلنا اول حاجه عندنا عايزين نشوف لها حل هي حته ان احنا نتراك الاكسبيرمنتس بتاعت الماشين ليرنينج، فدي بيبقى الحل ليها دايما ايميل فلو. ده من اشهر ريموتس في الموضوع ده. ده بيديك القدرة إن أنت تتراك التجارب بتاعتك كلها بطريقة سلسة، تتراك برضو إن أنت كل المودلز دي اوريدي بتبقى سيفد في مكان بالانفايرمنت بتاعتها، بالسبليتنج حتى بتاع الداتا أنت عملته إزاي، يعني كل حاجة بتبقى ثابتة بحيث إن أنت تقدر تريبريديوس نفس الاكسبيرمنت الريزلتس دي. تاني. اوكي فدي من اوائل الحاجات المهمه، وفيها برضو مقارنه كده تقدر تقارن الميتريسز ببعض، تشوف لو انت مهتم بحاجه معينه تقدر تقارن المودلز ببعض بحيث تاخد احسن موديل. طب انت بتعمل فيرجننج للداتا كمان يعني؟ هل مثلا نفس الداتا يعني بتعمل فيرجننج للموديل وللداتا، ولا الموديل بس يعني؟ مثلا لو احنا في تولز للداتا فيرجننج، يعني انت مثلا عندك حاجه زي الدي في سي، دي شبه الجيت، يعني لو حد فاميليار بالجيت كويس هيبقى بالنسبة له الموضوع سهل. دي بتتراك الداتا وبتعمل داتا فيرجننج، وبرضه بتأوتوميت البايب لاينز بتاعة الفاين تيونينج والبري بروسيسنج والتريننج، وكل حاجة بتعمل لها طريقة معينة كده بتتراك بيها، وبتوفر برضه في الوقت. يعني مثلا لو انت غيرت في حاجة في التريننج مش هيروح يعمل جزء بري بروسيسنج من الأول، لا هياخد خلاص هو سيفد ان البري بروسيسنج الريزلتس بتاعته كذا، هاخده واكمل وابدا بقى تريننج من بعده، فبيوفر معاك وقت في البايب لاينز دي ان انت مش كل حاجه تعيدها من الاول. فالدي في سي دي نقطه قوتها يعني. بعد كده بقى هيبقى عندك الجيت بقى، ان انت تبقى فاهم برضو حته الجيت اكشنز بقى، ان انا بعد مثلا ما بوش هتعمل ايه، بتعمل شويه اكشنز كده. دي برضو حاجة بتتعلمها في الجيت هاب نفسه أو في كده، بحيث إن أنت باستخدام مثلا تولز برضو زي جينكنز، شوية تولز دي خاصة، الجزئية دي بتبقى خاصة أكتر بالديف أوبس، بيبقى هم أكتر ناس فاميليار بيها. بياخد بقى هو الكود اللي اتعمل له بوش ده على برانش معين، وبالتولز دي بيقدر يوتوميتها إن هو يعمل لها ديبلويمنت على سيرفر معين. طبعا في النص بيبقى فيه ديكورايزيشن، ان انت تحط الكود ده بتاعك كله بالموديل بالاي بي اي بتاعك في كونتينر، فبالتالي برضو احنا عدينا عليها بسرعه، لازم تبقى عارف ازاي تعمل اي بي اي بالبايثون مثلا او بايا كان اللغه للموديل بتاعك، بحيث ان انت تحول الموديل بتاعك لاي بي اي محطوط في كونتينر ومعمول له ديبلويمنت في مكان معين. وطبعا من البيست براكتسز ان انت تفصل الموديل بتاعك عن السوفت وير بتاعك، يبقى ده كونتينر وده ليه كونتينر. لو الموضوع كبير في كونتينرز كتير هتحتاج تتعلم حاجة زي كيوبرنيتس لينكس بحيث ان تمانج كل الكلام ده. لو الموضوع بسيط مش لازم، طبعا على حسب برضو سكيل الشغل وحسب سكيل البروجكت. بعد كده بقى الكلاود بقى نفسه، اللي انت مثلا لو عامل هوستنج على الكلاود، فدي بقى فيها بقى تولز كتير من ناحية المونيتورينج، ان انت تراقب شوية يعني شوية حاجات عن الحاجة اللي عمل لها ديبلويمنت دي، من أول بقى الأبسط حاجات إن الحاجة أصلا شغالة، الهاردوير تمام، اليوزج بتاع السي بي يو والميموري والكلام ده، لحد بقى زي ما قلنا إن أنت تراقب الريزلتس نفسها بتاعة الإي بي أي. وفي النص في شوية حاجات أنت محتاج تعملها أوتوميشن، فممكن مثلا تستخدم حاجة زي إير فلو، دي حاجة كده بتشغل حاجات بتوقيتات معينة، يعني زي سكادولينج كده للحاجات بتاعتك على الكلاود أو على الحاجة اللي أنت عامل لها هوستنج يعني. فهو أنت تحسهم كتير والموضوع مشتت، طبعا محدش بيخش يتعلم كل ده مرة واحدة،
وانا مش بيرفكت في كل دول، يعني انا عارف حاجه من كل حاجه اللي مشيتني في البروجكتس اللي انا اتحطيت فيها. انت بتتعلم كل يوم بتتعلم فيهم، هتلاقي ناس مثلا كويسه جدا في تولز معينه وناس كويسه في تولز تانيه، فانت في الاخر بتشير النولج دي مع بعض. يعني انت ممكن تبقى واحد كويس جدا في الجزء بتاع الكلاود والاير فلو وعمال تمانج والحاجات دي كلها، وواحد تاني هو كويس قوي في الحته بتاعت الجينكنز والجيت والحاجات دي، ففي الاخر كلنا بنساعد بعض ان وانت تبقى الشخص يعني لوحدك. بس لازم يبقى عندك باك جراوند عن كل واحد فيهم وتبقى فاهم كل واحد فيهم بيعمل ايه، وتتحسن فيهم بقى بقدر الامكان على حسب البروجكت وعلى حسب انت اتحطيت في ان انت تشتغل على ايه اكتر حاجه يعني. جميل جدا. طيب حاجة تانية برضو، لو حد حابب يبدأ في المجال ده، هل عندك مثلا recommendations معينة للحاجات دي، لتعلم الأساسيات دي، أو إيه الحاجات اللي هو محتاج يتعلمها الأول؟ يعني خلينا نقول إيه النقط اللي محتاج يتعلمها. إحنا قلنا tools كتيرة، بس أظن في برضو يعني هل التولز دي كافية، ولا في حاجات تانية محتاج برضو يعني basics مختلفة محتاج يتعلمها برضو؟ بص، هو انت لازم تبداها من ناحيه ان انت فاهم سوفت وير، بعد كده هنبقى عايزين نفهم ماشين ليرنينج، بعد كده اشتغلنا، فبالتالي على حسب الشغل زقنا فين. بس يعني لازم تبقى فاميليار بالكلاود والدوكر، ده عموما كاي سوفت وير كاي واحد شغال هتحتاج من دول اساسيات، مش هينفع الباقي. طب مش معلش، انت عملت ميوت. هي خفت بس. طيب، فالباقي هو اللي بيختلف من حاجه للتانيه. فدول الاساسيات بتاعتك، دول اللي انا بدات من ناحيتهم، يعني دي الباك جراوند اللي انا كنت جاي منها. بعد كده بقى انت كل تول من دول بتروح تاخد لها الكورس بتاعها وتشوف ازاي هتوظفها في البروجكت بتاعك. وانا عن نفسي يعني شخصيا بشتغل بطريقه اللي هو اللي بحتاجه واروح اتعلمه، يعني ما بقدرش بصراحة أتعلم الحاجة وأنا مش عارف أعمل بيها إيه، فالموضوع ده فبحس إيه، لا أنا عارف دي بتعمل إيه، باخد باك جراوند عن كل حاجة، إن دي هتفيدني في النقطة دي ودي هتفيدني في النقطة دي. وعايز أقول لك إن أنت تبقى عارف إن في حاجة بتعمل كذا، ده في حد ذاته معرفة بالظبط، كبيرة. انت بتشيل الجهل المركب. انت عارف ان انا لو قابلني الحاجه الفلانيه دي، التولز دي هروح استخدمها، بس انا ما بعرفش استخدمها لسه، بس قشطه، بس انا عارف ان هي موجوده، فدي مهمه جدا بصراحه. ودي عايز فكره حصلت معايا في تول كتير، يعني انا في حاجات كتير كنت بعملها فروم سكراتش. انا من الناس اللي هي ايه، اول ما بتيجي حاجه ما بجريش ادور على التول اللي بتعملها، بس ده غلط طبعا. يعني بروح بقوم افكر فيها من ناحيه الخبره بتاعتي، طب انا دلوقتي انا بعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا، ازاي اوظف معرفتي دي في ان انا اعمل ده، وافضل احرق في وقت واعمل حاجات واعمل كلام، وبعد كده يجي واحد يقول لي طب ما في تول بتعمل كذا كذا. فانت معرفتك بالتولز المحيطه بيك في المجال دي بتوفر عليك مميز كتير، كتير ده حقيقي. فانت اعرفهم ووقت ما تحتاج حاجه روح اتعلمها. حتى في الانترفيوز، انا في انترفيوز بخشها ويجي يسالني مثلا في حاجه وانا مش عارف، يعني انا ما اشتغلتش بيها بس انا عارف هي بتعمل ايه، تمام، وعديت في الانترفيو على فكره. يعني حصلت معايا، دي حصلت معايا حتى في فويس. انت مش كل الحاجات اللي بتسال فيها لازم اعرفها 100%، مش طبعا بس فاهم الكونسبت، تمام. فتوسيع بقى الكونسبت ده ان انت تتابع مثلا على لينكد ان الناس اللي شغاله في الحاجه اللي انت مهتم بيها، تشوف مثلا بيشيروا ايه، تشوف مقالات عن الموضوع، تتابع مثلا منصات زي ميديوم او كده، تشوف الحاجات اللي انت مهتم بيها، تتابع ايه اللي بيحصل في المجال من الناس. فواحد هيلفت نظرك ان في تول جديده نزلت مثلا، حاجه مثلا زي بانداس او بانداس بتتعامل مع البيج داتا، دي واحد لسه قايلها لي من يومين واحد معايا، تمام. فانا كنت شفتها قبل كده في بوست على لينكد ان، بس ايه جريتها بسرعه يعني ما اهتمتش بيها بسرعه، بس هو لفت نظري ليها تاني فخلاص. بس انا كان عندي فكره عنها، تمام. فلو اضطريت ان انا اشتغل مع حاجه بيج داتا، فهروح اسيرش كده بسرعه التول دي كانت بتعمل ايه وشغاله ازاي، طب ده هي احسن لي لان انا اصلا اوريدي بعرف اشتغل بانداس، فوصلت ليها بسرعه يعني. بس فالموضوع بيجي بالتعليم من الناحية بتاعتي، أنا ما خدتش تراك معين مشيت عليه، أنا الشغل هو اللي زقني للجزئية دي.
تمام جدا. رحت على فكرة بعدها درست تراك بقى، يعني بعد ما خلاص انا اصلا بعمل الكلام ده كله، رحت اخدت كامل اوبس كامل، بحيث بقى ان انا اثبت بقى كل حاجة واربط كل حاجة في بعض. طبعا كان كل حاجة بتتقال انا اوريدي عارفها بس اوريدي ربطت بعملها الدنيا كلها مع بعضيها. طب كان ايه بالظبط. التراك ده، او كان يعني كان بوت كامب او كان حاجه، ولا كان تراك معين انت اشتغلت مشيت عليه لوحدك؟ لا لا، كان على داتا كامب عادي، تراك ام الاوبس، 4 كورسات تقريبا او 5 كورسات، وكل كورس بقى بيكلمك فيه اصلا عن الام الاوبس ده ايه هو وازاي، يعني ايه مميزاته وايه عيوبه والكلام ده، والتولز اللي انت تستخدمها في كل حاجه فيه. ده هيبقى فكانوا مفيد. ما كانوش بيشرحوا التولز. كان بيقول لك التويز دي تعمل ايه يعني، بس رحت انا بقى شفت التولز دي مثلا على اليوتيوب او كده، طيب ده يعني هيبقى انا مفيد لو حد لسه بيبتدي وحابب يعرف اكتر عن التراك ده، هيبقى مفيد لو حد يعني عايز يعرف اكتر عن المجال ويبتدي من خلاله، ولا هيبقى مفيد، هو انترودكشن يعني واخدك من البدايه خالص. بس انا حسيت بيه في المشاكل اللي بيعرضها، ان انا فعلا كنت بشوفها، يعني في حاجات في الكورس هو عمال يقول لك، فانا فعلا شفت المشاكل دي، فانا عارف اهميه الحاجه اللي هو بيقولها دي. فدي لكن لو واحد بيبدا ممكن ما يحسش بالمشاكل اللي هو بيقولها، يفتكر ان الراجل بيكبر الموضوع، لكن لا يا جماعه، الموضوع لما على سكيل كبير المشاكل الصغيره دي بتبقى كبيره قوي. تمام. طيب في سؤال تاني برضو، هل يعني في مشاريع معينة الواحد محتاج يعملها قبل هيتصرف في عملية الهايرنج يعني، ولا الموضوع مش شبه التراديشنال برضو داتا ساينس والماشين ليرنينج؟ يعني دايما بيقول لك في الحتة دي محتاج تبقى عندك بورتفوليو بروجكتس مبين فيها السكيلز المختلفة، هل في حاجة شبه كده في الام الاوبس، ولا الموضوع بيعتمد اكتر انت يبقى عندك اكسبيرينس فعليا؟ والله يعني طبعا البروجكتس هتبقى حاجه كويسه لو انت عايز تعمل حاجه بيرسونال، يعني هات مثلا ماشين ليرنينج موديل عادي انت كنت عامله قبل كده، واعمله حطه في دوكر او اعمله اي بي اي الاول. خلصت المرحله دي زود عليه ان انت تحطه في دوكر كونتينر. خلصت المرحله دي مثلا شوف كلاود فري مثلا من اي دبليو اس او جي سي بي او ايا كان، وجرب تديبلوي الكونتينر ده عليه، وافضل بقى علي، يعني افضل زود السايكل بحيث ان انت كل حاجه بتتعلمها روح طبق عليها لوحدك كبروف اوف كونسبت ليك، يعني انت بتعرف تعمل كده. للاسف انت مش الحاجات دي كلها مش هتعرف تعرضها في كود كده، ان انت خلاص انا بعرف، لان انت في حاجات كونفيجريشن، يعني هتظبطها ازاي. بالظبط. بس يعني ممكن تكتب مثلا يعني يبقى جيت هاب بروجكت وانت كاتب في الريدمي فايل الستبس اللي انت عملتها، والله بنعمل كذا وكذا وكذا، وفي الاخر مثلا لو هي دي حاجه اوريدي ديبلويد بقى يبقى فيها لينك ليها لايف او كده. غير كده غالبا بقى في الانترفيو هو الراجل يعني هيسالك مثلا ازاي نعمل كذا، ازاي نعمل كذا، هيسالك في التولز لو هو مثلا مهتم بيها. بس يعني ما وبرضه انا برضه عشان انا ما دخلتش في حته يعني انت من انترفيو داخل ماشين ليرنينج، تمام؟ اللي اتسالت فيه حاجات ريليتد بالايمل اوبس، بس يعتبر يعني مثلا الدوكر، الكلاود، الفلاسك كاي بي اي، انما التولز التانية اللي بقول لك عليها دي وسط الشغل. فانا مش عارف بصراحة ممكن حد يسألني فيها في انترفيو ازاي. مش لازم تسأل السؤال ده بعد كده يعني. انت قلت برضو ان انت يعني انت كنت بتعمل سكريننج للناس بعد كده، هل كان برضو ماشين ليرنينج بوزيشنز ولا كان ام الاوبس؟ كان ايميل اوبس وداتا ساينس. طيب كان ايه يعني، خلينا نقول الاول ايه الغلطات اللي كنت بتشوفها دايما في السيفيهات بتاعت الناس، بحيث برضو الناس تحاول تبقى جامده بالحته دي، وبعد كده ممكن ندردش شويه لو ايه ممكن مثلا الهايرنج بروسس تبقى عباره عن ايه، زي الواحد يحضر لها يعني. اوكي بصوا، اول غلطه ناس كتير عملتها ان هم يبعتوا سي في ما فيهوش ولا سكيل من اللي مذكوره في البوست، يعني ما فيهوش اي حاجه. يعني حتى هو ماشين ليرنينج بس هو ملوش اي علاقه باللي احنا طالبينه. يعني انا بسال في 1 2 3 وانا مش كاتب حاجات كتير، وهو باعت اي حاجه بعيدا عنها. فهو انا فاهم هو عامل ايه، هو عامل سي في ماس وبيبعته لكل، هايرنج بالظبط يعني، بيعمل ماس ابلاينج. فدي كتير، دي منتشرة كتير. فطبعا لا، دي انا مش شايفها بصراحة مشكلة. هتقدم في حاجة حاول تبقى على الأقل عدل السي في بتاعك، اكتب فيه بس الكيوردز اللي الراجل ده كان بيسمع بيها، ده لو انت عارفها. يعني لو مش عارفها خلاص ما تضيعش ولا وقتك ولا وقته، يعني دي أول نقطة. تاني نقطة، كان في ناس
بتكتب مثلا الشرح بتاع البروجكتس بتاعتها والاكسبيرينس بتاعتها في باراجراف طويل. الباراجرافز دي هي مرهقة جدا، ان انت تقرا كل حاجة هي عملية مستحيلة بصراحة. ما انا والله يعني كنت بقدر الامكان بحاول اقرا عشان خاطر، لا حرام، اصل ممكن يبقى راجل كويس بس هو مثلا مش عارف يكتب سي في كويس. بس انا كان بعد فترة عندي خلاص يعني، لا وانا في اللحظه دي كان عندي وقت، انا ما كانش عندي وقت كنت مستحيل كده يعني، المفروض الناس تعمل كده يعني، وفي الاغلب اصلا ما لقاش حد عنده وقت. فانت لا يعني حاول تكتب المختصر المفيد يعني زي بوليت بوينتس كده، وعلى الاقل تهايلايت السكيلز ان انت تعملها بولد مثلا حاجه عشان تشد عيني. انا عايز اعرف في الاخر البروجكت ده انت عملت فيه ايه. طبعا لو في ارقام برضو يستحسن، جبت اكيورسيز ايه، لو في لينك لو في لينك جيت هاب او كده انت بقى حاجات كويسه. لو ما فيش عادي يعني مش شرط، بس يعني اقصد تديني المختصر، وانا في الانترفيو بقى لو انا مهتم بالبروجكت ده تحديدا هسالك بقى في التفاصيل دي. يعني انت حوش كلام تقوله لي، انت لو قلت كل حاجه في السي في خلاص ما هجيبك بقى، ما انا هسالك انت قلت لي كل حاجه. فدي طبعا كانت مشكله. في بعض الناس برضو بتكتب سي فيز طويله شويه، طويله دي اللي هي كذا ثلاث صفحات مثلا. 7 8 عادي يعني. اوه في ناس يعني انا في حد كتب كتير كده، وكمان الترتيب ما كانش حلو يعني، انا قعدت تايه شويه بتدور. مثلا هو الاديوكيشن بتاعه ايه، مش عارف الاكسبيرينس بتاعته كانت ايه. فانت لا يعني حط لي ترتيب منطقي، هي ملهاش رول، بس اكيد الاكسبيرينس والاديوكيشن اهم حاجه، أهم خصوصا لو حاجتين انت دي، مشكلة الجزئية دي إن الناس ما بيجيلهاش فيدباك على السي في بتاعها. يعني أنا لما بقدم مثلا في جزئية السكريننج دي، محدش يعني الناس كلها بيجي لها إيميل رد، بس أظن قليل جدا أو ما فيش حد بيجي له فيدباك إيه المشكلة في السي في. فتلاقي دايما الناس بيبقى بتقعد فترة يعني إيه تايتريت كده لحد ما توصل للسي في الكويس يعني. فأه فهي فدي مشكلة بصراحة يعني. بصراحة من الحاجات اللي لفتت نظري ان معظم الناس اللي دخلوا اي تي اي السي هم في بتاعهم عشان كويس. الكورسز ازاي تكتب. فانت سيرش ازاي اكتب سي في في أظن كويس مصادر كتير جدا للنقطة دي يعني. بالضبط، هتلاقي ناس كتير بتتكلم، شوف سي فيات ناس، كلم ناس على لينكد ان انت شايفهم كويسين وقول له اديني ريفيو عن السي في، ما فيهاش مشكلة. ناس كتير يعني كذا حد سألني، وأنا بحاول والله بقدر الإمكان أقول له النقط المهمة يعني. بس نصيحة يعني، عشان برضو بيجي لي حاجات شبه كده كتير، ودايما بلاقي ان الشخص ده ما بذلش اي مجهود في السي في يعني. يعني على الاقل اقرا يعني، اقرا مقاله او بص على فيديو في تعديلات اساسيه كده، زي ما انت بتقول مثلا يعني فكره ال8 صفحات مثلا دي صعبه جدا يعني. ففي كام حاجه كده، انت لو شفت اي فيديو اظن يعني في مثلا 50 او 60% من التعديلات المطلوبه هتكون انت اوريدي عملتها، وهيبقى بقى التريكات في الاخر دي هي اللي هتكون مفيده فعلا تسال فيها حد يعني. فمهم ان الواحد الاول يعني يعمل حاجات بنفسه، وبعدين يبعت يعني يسال برضه. وبالظبط، واعمل حساب في حاجه، انت برضو في حته ان انت بتسالني السي في بتاعي حلو ولا لا، انت في نفس الوقت بتوريني السي في بتاعك. فانا لو في بوزيشن كويس ف يعني برشحك. نقطة فانت كويسة. انت خلي بالك، وانت الشخص اللي بتبعت لي السي في ده ابعته له فعلا وانت جايب اخرك فيه يعني، بالظبط انت بالظبط شايف بالظبط. وهو ساعتها يعني، حتى يعني ساعتها لو انا جاي لي سي في ضايع خالص، فانا اقول الحاجات الاساسيه قوي، اقول له قال لي عدد صفحات، شيل كذا، اعمل كذا. لكن هو لو اصلا جايبه لي متظبط، فهقول له بقى حاجات كريتيكال فعلا يعني، ايه هتفرق معاه فعلا يعني. بالظبط. فلا نقطة السي في بصراحة مهمة، وممكن تضيع عليك فرص كتير، وانت تبقى كويس بس مش عارف تظهر انك كويس. برضو الناس اللي مثلا ممكن تكتب بروجيكتس مش مهمة قوي، او يعني بتكتب بروجيكت كتير ككم ومش كاتب لك تفاصيل البروجيكت، ممكن يكتب لك تايتل. او حاطط البروجكتس اللي هي المشهوره قوي برضو، بتاعت الهاوسنج برايس بريدكشن والتايتانيك، اللي هو المسابقه المشهوره بتاعت التايتانيك. في كم بروجكت كده معروفين، اللون بريدكشن بتاعت البانكينج يعني في كم مسابقه كده، او كم بروجكت اي حد بيخش في الكورسات بتاعت الماشين ليرننج بيعملها كده كده. بحسهاش برضو بتفرق في حاجه بصراحه، الناس كلها عاملاها اوريدي. ف بالظبط، والبروجكت بتاعت الكليه اللي هو يعني مثلا انت خريج كمبيوتر ساينس حلوان، فانا عارف انت ايه الحاجات اللي درستها، ف انكلودد يعني، ما انت ان انت خريج كذا دي خلاص انا عارف انت عديت على البروجكتس دي. والغلطات دي بص هي انا برضو مقدرها ليه، لان انا كنت زيه من كتير، من كام سنه بالظبط كنت بعمل نفس الغلطات دي، وانا كنت متمسك بالبروجكتس بتاعتي اللي عشان هي بذلت فيه انا مجهود بالظبط. موضوع بيرسونال قوي، لا انا لازم اوريك انا عملت ايه. انا فاكر قوي كنت بحط بروجكت
كنا اشتغلنا كومبايلر، عملنا كومبايلر صغير كده، فانا معجب بيه قوي وعايز احطه في كل حته. طب انت مقدم في بوزيشن لحاجه تانية خالص، ما ينفعش تحطه، ملوش علاقه. فانت لا، انت عايز توري الراجل انك تعبت، فده مش صح. بعد كده حطه على اكتشفت ان جيت هو هاب، يعني انا شايف ان الحاجات دي كلها تتحط على جيت هاب مش هتخسر في حاجه، بس اللي يتحط في سي في هو الحاجات الموست ريليفنت يعني. بالظبط حاجات مش كتيره، بس فيها السكيلز الاساسيه اللي هي ريليتد بالبوزيشن اللي انت مقدم عليه، دي اهم حاجه. طيب ايه ايه كمان في الحكايه؟ بنتكلم في السي في يعني ال نتكلم في السي في جنرال. يعني طبعا السكيلز، حاول تجروب الحاجات اللي ريليتد ببعض مع بعض، ويبقى في كلمات محدده. يعني برضو يعني مثلا ممكن حد يكتب لك ايه، بايثون. ايه في البايثون يعني؟ يعني البايثون دي كبيره. لا يعني حدد لي مثلا في البايثون، انا والله بشتغل مثلا بلايبريز الماشين ليرنينج العموم، مش لازم بس تكتب لي بانداس ونون باي وترسم لي كلهم، بس على الاقل اعرف انك في الحته دي. في البايثون مثلا بعرف فلاسك، وبعرف اعمل اي بي اي، بعرف اعمل ويب سكرابنج، بعرف اعمل يعني تكتب لي تولز جوه البايثون، فاهم قصدي؟ كلاود. طب اشتغلت كلاود ايه مثلا؟ اي دبليو اس ولا جي سي بي؟ وتعرضت مثلا لتولز شبه ايه في الكلاود؟ ممكن تكتب لي مثلا اثنين ثلاثه اساسيين. يعني برضو الداتابيز انواع، يعني الحاجات اللي انت عملت معاها سيكوال نو سيكوال، بحيث ان هو انت مش لازم تكتب له الحاجه اللي هو عايزها بالظبط، بس يعني هو شايف ان انت مثلا اشتغلت نو سيكوال مونجو دي بي، وهو مثلا عايزك في حاجه تانية، فعادي الاثنين شبه بعض، تعالى هعلمك مفيش مشكله يعني، او بس انت بتعرف اكتب له تتعلم بسرعة يعني، يعني انت اوريدي لو عندك الكونسبت تقدر تتعلم حاجة تانية بسرعة. بالظبط. ففي الاخر يعني النقطه الاساسيه حته بس الكواليتي مش الكوانتيتي، ان انت تكتب لي الحاجه بكواليتي كويسه، بغض النظر عن كام بروجكت. يعني برضو كان من ضمن المشاكل اللي شفتها ان في ناس كاتبه بروجكتس كتير قوي، وكان حرفيا مش كاتب لي ولا نقطه عن كل بروجكت، كاتب لي مثلا 20 تايتل، انا مش هقرا كل ده، دي نقطه. والنقطه الثانيه ان انا ما استفدتش اي حاجه لما انت تقول لي مثلا عملت سنتمنت اناليسيس بموديل ايه، طيب باكيورسي ايه، يعني مش عارف اي حاجه على داتا سيت ايه، ما اعرفش. وما بقاش ممكن حاطط هو كمان كود للبروجكت صح؟ يعني عارف، مش عارف بصراحه، ما ما خدتش بصيتش. بالي، بس انا ممكن هو ساب، بس مش هينفع، ما انا مش هخش على 20 لينك يعني، ما هو برضه مش. فانت برضه حاول تحط الحاجه وانت مراقب عين الشخص اللي بيقرا ده، اللي بيدور بسرعه هو عايز ايه، تظهرها له، تحطها له بطريقه مريحه للعين، وخد فيدباك من ناس تانية، لان الواحد لما بيكتب حاجه لاي بيبقى حد فرحان بيها، بيبقى مبسوط بيها وحاسس ان هي كويسه. وعينه شايفه النقط الحلوه، يعني ايه يقول ما هي ما انا كاتب له تايم سيريز اهو، طب ما هو بس مش ظاهره، انت كاتبها في حته ظاهره يعني. فهو لا، انت خلي حد تاني يبص، خد فيدباك منه، حتى لو واحد زميلك هيقول لك والله ايه ده، بس انت ليه مش كاتب تايم سيريز؟ يقول له لا ما انا كاتب، هيقول لك فين؟ انت فاهم، خدت بالك ان في مشكله، صاحبك هو ما شافهاش، صاحبك اللي هو اصلا قاعد فاضي اكتر من الشخص اللي هو. فلا يعني خد فيدباك وعدل على اساس الفيدباك ده، اكيد هتفرق. جميل. طيب ما بعد بقى السي في سكريننج، ايه ايه المتوقع تاني في الهايرنج بروسيس الواحد يعدي يعني عليه؟ والله انت متوقع منك، لو انت لو في مصر، متوقع منك ان انت هيتعمل لك سكريننج كول، تبقى تمام. بس سريع كده فلتريشن، ان هو يتاكد انك فعلا شخص اولا مهتم، ممكن تبقى انت خلاص ما بقتش مهتم، وان انت عندك، هياكد عليك يعني اللي هو انت تمام، مثلا عارف ان ال بي تمام، انت شغال كذا، يسالك كده في كام حاجه بيزكس قوي، فلتريشن سريع، يظبط برضه معاك التكنيكال انترفيو. في اللحظه دي بقى حاول تساله ايه التوبكس اللي انت تحضر لها، لو هو عارف يعني، ساعات بيبقى مثلا شخص مش عارف فبيقول لك لا ما اعرفش، لو هو عارف خلاص، لو مش عارف هتشوف الجوب ديسكريبشن. حاول ترجع له تاني، سوري. فتحاول تحضر بيزد على التوبكس دي، تعمل زي مراجعه اولا كده. انا بحاول دايما في الانترفيوز بقسمها كده، ان انا في اساسيات عيب ان انا اغلط فيها، ممكن انا فيها، فبحاول ايه، انا مثلا ببقى كاتبهم حتى، او حتى لو مثلا كنت في حاجات ما بكتبهاش، لا اروح اسيرش عليها بيزكس. ليه؟ عشان الاسئله دي هي اللي هتسالها غالبا في اول الانترفيو، ولو غلطت فيها انا هتوتر وهدي صوره وحشه عني، فما لهاش لازمه. لا في اسئله كده اضمنها،
بتاعت البيزكس بتاعت الحاجه اللي انت داخل عليها. بعد كده من السياق بقى بتاع الجوب ديسكريبشن او من التوبكس اللي انت عرفتها، تمسك حاجه وتذاكرها كويس. وهنا بقى في تريكه حلوه قوي، يعني دي كنت اكتشفتها بعد كذا انترفيو، ان في الاغلب طبعا بيبقى في اسئله مكتوبه في الانترفيو المفروض تحلها، بس في اسئله مش مكتوبه، في اسئله هي مستخرجه من اجابتك. فول اب كويتشن اللي هو بتقول حاجة وهو بيبتدي يفولو بعدها. بالظبط بالظبط. فهو هيفولو اب على ايه؟ يعني مثلا واحد هيقول لك عارف ماشين ليرنينج، عارف ال، يقول له اه في سوبرفايز في ان سوبرفايز، فيقول لك مثلا عارف ايه في سوبرفايز، فهتقول له مثلا عارف الاس في ام، توقع اكيد حاجة تسعة بقى عن تروح الكيرنلز مثلا اللي في الاس بي ام، حاجة شبه كده. حاجه شبه ان هو يقول لك ايه الاس في ام. مش فاهم. فما ينفعش انا اقول اسم موديل وانا مش عارف اللي جاي بعده. ففي ناس بتلعب في حته ايه، اللي هو بيبقى خايف يقول موديل مثلا بسيط، فيقول بقى اجمد حاجه هو عارفها، اللي هو موديل لسه سامعه مثلا امبارح، فهو ما يعرفش تفاصيله. فطبيعي هيسالك ايه الموديل ده شغال ازاي. فانت حاول في مذاكرتك توجه ان النولج تبقى كلها مترابطه ببعض ومكمله بعض، بحيث ان انت في الانترفيو تزق الانترفيو في الحته بتاعتك بقدر الامكان. انت طبعا مستحيل ماشي انت زي ما هو، يعني لو الراجل مثلا مهتم بموديل معين كده كده هيسألك فيه، فدي بقى نصيب مش هتعرف تتوقعها. فانت بتحاول بس اجاباتك تكون رايحه في الاتجاه اللي انت تعرف تفولو اب عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا ان انت ما تقولش عارف على حاجه انت مش عارفها، او تقول يعني تقول اي اجابه وخلاص، لان طبعا الراجل اللي هيبقى في الانترفيو غالبا هيتضايق وهياخد الموضوع شخصي وهيقول لك بقى ازاي تقول كده، وهيفضل بقى يزنقك في الاسئله، فما لهاش لازمه. عادي ما تعرفش حاجه، هو اكسبكتد ان انت مش عارف حاجات كتير. واصلا الشخص اللي بيدور اللي بيعمل لك انترفيو هو عايزك، هو عايز يعينك، هو عنده مشكله وعنده حد ناقص في التيم فهو محتاجك. فانت لو انت عندك اقل القليل المينيمم اللي هيفيت على البوزيشن هياخدك، مع ان انت ممكن يبقى في واحد تاني عنده نولج اكتر منك وما ياخدوش بسبب مثلا ان هو بيفتي او طريقه كلامه وحشه او مش واثق في نفسه طريقه زياده. فانت برضو لازم تقوي عندك السكيلز بتاعت ازاي تتكلم بطريقه كويسه في الانترفيو، من ان انت ما تبقاش ولا ريستريكتد قوي ولا مقضيها هزار، ولا مثلا بتتنك على الشخص اللي بيقول لك انترفيو حتى لو هو غلط، يعني عادي هو انسان ممكن يغلط. فلازم تبقى انت عارف ازاي بتتعامل مع الناس دي، ولازم تبقى عندك قابلية ان انت ما تعرفش تجاوب من غير ما تتوتر. انا مش عارف الاجابة، او انا مش عارف الحتة دي، او انا اللي اعرفه كذا. يعني انا دي طريقة دي بحب اعملها دايما في الانترفيو، اتسألت في حاجة ما اعرفهاش اقول له والله هو من اللي انا عارفه كذا كذا كذا، بعد كده لا ما اعرفش، بس ما عنديش مانع يعني اتعلم او اعرف. اتعلم بالظبط. فلازم تبقى دي طبعا خبره بتيجي ان انت تخش اكتر من انترفيو. في الاغلب لو انت هتنقل شغل جديد او اول شغلانه ليك، دي حاجه بحسبها كده اللي هو ايه، انت هتحرق كام انترفيو لحد ما تلاقي الشغلانه اللي انت عايز فيها. في حرق كده، انا بقدم بغرض بس ان انا اخش اخد خبرة الانترفيو اصلا، يعني دي مهارة في حد ذاتها. فانت تقبل ان انت تخش اكتر من انترفيو تترفض عادي جدا، دي مش مشكله فيك، انت كويس بس مش مناسب للبروجكت ده، يعني مش مناسب للشركه دي، مش مناسب للبروجكت اللي هم عايزينك عليه، بس ممكن تحط شورت ليستد ويكلموك على بروجكت تاني عادي جدا. بالظبط. انا حصلت معايا برضه في حاجه شبه كده قبل كده، يعني هو الفكره ان الشركات فعلا بتخلي السي في عندك بعد كده، خاصه لو انت اديت كويس في الانترفيو بس ما كنت انسب حد، لو فتحت بعد كده حاجه مناسبه بيكلموك تاني وبتخش في الهيرنج بروسيس تاني يعني. ف بالظبط. واسال عن فيدباك عامه لو اترفضت برضه، يعني لو خاصه لو وصلت مراحل كويسه في الانترفيو اترفضت فلازم تسال. هو عاده الشركات بتدي فيدباك مفروض في النقطه دي يعني، مفروض يعني، بس تحصل. لو ما حصلش فمهم تسأل برضه يعني، حاول توصل مع الشخص اللي عملك انترفيو واسأله على فيدباك، يعني في ان هو يديك حاجه كويسه. لو غير موضوع CV صعب قوي ان حد يديك فيدباك، ان هو بيبقى فيه يعني مئات السيفيهات، لكن في الانترفيوز بيبقى العدد قليل شويه، بيبقى لحد ما في ذاكره شويه عن اللي حصل يعني، فاهم؟ برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده اللي هو في مصر،
في بره مصر بقى ممكن يزيد شوية حاجات عن الكلام اللي احنا قلناه ده. طيب انا بس عايز اسال حاجه برضو في مصر، يعني بالنسبه للام الاوبس، ايه الحاجات المتوقعه تسالها عن الام الاوبس بشكل عام كانترفيو يعني؟ بص، حاجة زي الام لوبس هو هيسألك في مجموعة مجالات، يعني هو هيعتبره انترفيو مخلط كده كذا بوزيشن في بعض. هو هيسألك من منظور واحد كماشين ليرنينج، هيسألك برضو بالقدر اللي هو محتاجه في التيم، برضو دي حاجة فاريبل شوية. وهيسألك كسوفت وير عموما، هيسألك عن مشاريعك، التولز اللي انت اشتغلت بيها، هيسألك في الكلاود، هيسأل في يعني مثلا حاجة زي الايميل فلو، يقول لك مثلا اشتغلت فيها قبل كده، طب عملت بيه ايه. حاجة طبعا زي الدوكر أساسية. الكلاود مش لازم يسألك في اللي هو شغال فيه، هيسألك في الكلاود جنرال، يعني انت مثلا لو متعلم جي سي بي وهو عايزك كده بلي بس، يعني لو انت جونيور مش هتفرق قوي، عادي هتتعلمهم كله شبه بعض في الآخر. بس هيسألك في يعني في الخلطة اللي هو محتاجها. ما هي بقى المشكلة ان هي خلطة سكيلز كده، انت بتجيب اخرك في كل حاجة، وهو نصيب بقى ان انت والله البوزيشن كان فيت مع السكيلز بتاعتي. طيب دخلت انترفيو والراجل سألني في حتة محتاج ان انا ابقى عارف مثلا اير فلو، وانا ما كنتش اعرف اير فلو خالص، ما عرفتش اجاوب خالص، وهي دي كانت النقطة اللي انا اترفضت بسببها. خلاص نوتد، يعني انا عرفت مشكلتي في ايه، هروح اتعلمه، مفيش مشكلة. ان شاء الله هو في كراش كورس، بس ابقى عارف هو ايه بيعمل ايه، بيشتغل ازاي بمنتهى البساطه يعني، مش لازم حاجه معقده. بالظبط، كل حاجة بقى كده. فانت كل ما هتشوف جوب ديسكريبشنز، كل ما تخش انترفيوز هتعرف النقط وضحت. اللي واقفة منك. انا مثلا في دايما كانت بشوف جوب ديسكريبشنز كتير، في حاجات متكررة فيها انا برضو دايما مش عارفها، دايما مهمني. فمن التكرار ده ببقى عارف والله ده انا محتاج اتعلم كذا، عشان السوق عموما بقى متجه ان انت بقى الحاجات دي اساسيه، ما لازم تبقى عارف. فبتحطه كده ايه كاستادي بلان على جنب كده. مثلا من الحاجات اللي بكلمك فيها برضو دي اللي هي احنا كده خلصنا مصر، ولا هخش بره مصر ولا لسه؟ لا ممكن اسالك سؤال تاني برضه، هل بتحتاج اسئله عن الداتا ستراكشر الالجوريزمز؟ دايما السؤال ده برضه الناس بتساله، يعني هل محتاج تحضر حاجه شبه كده ولا في بدايه تعمل اوبس مش محتاج؟ لا، محتاج محتاج شوية شويه برضه صح؟ صغير، يعني مش قوي، يعني برضو مش زي السوفت وير سوفتوير انجينير. انجينير اكيد بالظبط، بس محتاج برضه. اساسي، لان هو انت في جزء سوفت وير، انت في جزء هتبقى برضو محتاج تبقى فاهم الدنيا تبقى سريعه ازاي، تاوبتمايز الكود بتاعك ازاي وكده. ففي جزء شبه بروبلم سولفنج بسيط، وعندك الاساسيات، وده انا مش هتكلم فيه بقى لما نيجي بتاع ده اللي بره اساسي. يعني انت لما بره مصر بيمتحنوك فيه اساسي، فهو فلتريشن كده كده هتحصل. وفي شركات في مصر بتعمل كده. بيديك بروبلم سولفينج وزن الانترفيو كده، بيديك مسألة بسيطة. هو الموضوع مش زي يعني جوجل وفيسبوك، ومش هيجيب لك حاجات صعبة، بس على الاقل عارف ان انت شخص ملم بالحتة دي، فاهم التايم كومبلكسيتي، فاهم السبيس كومبلكسيتي، فاهم انك لما تقول له مثلا في البايثون دوت سورت دي هتاخد وقت قد ايه. ما تكليش في البايثون سطور، يعني سطر دي ده هي سطر تاخد خطوه يعني. لا، لازم تبقى فاهم التايم كومبلكسيتي بتاعت كل حاجه انت بتستخدمها، حتى في الميثودز بتاعت الليست مثلا في البايثون، تبقى على الاقل قاري ان في لما اقول له مثلا هات لي حاجه في الليسته دي، سيرش على حاجه، ان هو هياخد اوف ان. على عكس مثلا حاجات تانية بتبقى مبنية مثلا بالهاش ماب، فهيجيبها لك في اوف 1. فانت لازم تبقى فاهم الفروقات البسيطة دي، ان انا يعني هستخدم دي امتى ودي امتى، لو انا فارق معايا ايه هستخدم ايه. فهي بتبقى اسئلة في الحاجات دي. وطبعا كده كده هيسألك في البايثون بقى كبيزكس، وحاجات في السينتاكس، طب دي في الايرور فين، طب دي ينفع نخطرها ازاي، كلام كده يعني. طيب بيبقى فيه برضه هم assignment، أو بيبقى فيه مثلا يعني project صغير بتعمله أو حاجة شبه كده عادة ولا؟ على حسب الشركة، في شركات بتعمل كده وفي شركات لا. أنا شخصيا بصراحة ما بحبش اللي هي الشركات اللي بتديك تاسك كبير تعمله، بحس إن الموضوع صعب. بس هو ما أعرفش، ممكن يبقى هو ريكويرمنت في الشركة حاجة أساسية، على حسب طبعا
حجم الشركه على حسب البوزيشن اللي انت داخل عليه. في شركات تقبل منها حاجه زي كده، في شركات لا معلش مش هعمل لك صم يعني. في ف ناس بيأوروا فعلا بحاجة محتاجة أسبوع، يعني أسبوع شغل كامل. ف فعلا أنا حضرتك أنا بقدم على كذا شركة، لو كل شركة هياخد فيها أسبوع أنا كده هقضي السنة كلها بعمل ده لا، بعمل مشاريع وبعدين انت يعني. نفسك في مرحلة طب هو البروجكت ده هو بيستخدمه ولا هو عايز يعمل لي امتحني؟ انت هياخد ممكن شغل ويسلمه. بالظبط. فلو الشركة صغيرة كمان بتبقى الموضوع ده اللي هو ويرد جدا اه. ايوه طبعا لو شركة كبيرة وانت اكيد يعني هم مدينك تاسك، انت عارف ان التاسك ده اكيد مش هيفيد في بروجكت ايوه ايه، فانت بتعمله قدر الامكان، انت عارف ان هم عايزين يتستوا فيك حاجة فبتعمله لهم مشكلة. فيعني حتة الاسايمنتس دي يعني في بعض الشركات بتحصل، بس مثلا انا في فويس ما شفتش حد بنعمل له كده بصراحة، ف مش قاعدة يعني. طيب خلينا نخش بقى بره مصر. بره مصر هي نفس اللي احنا قلناه، بس بيزيد عليه الاي كيو والبروبلم سولفينج، دول بشوفهم كتير يعني. فبيعملوها كده فلتريشن من الاول خالص، وبيزيد بقى طبعا ان انت في الانجليش لازم تبقى كويس يعني. طبعا في مصر برضو انت في الانجليش مش لازم تبقى بيرفكت، مش لازم يبقى يعني كل حاجة مظبوطة، بس على الاقل بتفهم اللي بيتقال وبتوصل اللي انت عايز تقوله بسيمبل انجليش، بسيمبل انجليش عادي يعني، ما فيهوش اي حاجة، بطريقة سلسة يعني. انما وبرضه يعني مش لازم تبقى اللي هو بقى كل حاجه النطق مش عارف ازاي، ما بتغلطش في الجرامر، احنا يعني مش في امتحان انجليزي، لا انا في الاول وفي الاخر اصلا هتتعامل مع ناس من جنسيات تانية مش مش وحش انجليزي. مننا يعني. وهتلاقي اللي اوحش منك وهتلاقي اللي احسن منك، يعني هتلاقي هنود، هتلاقي ناس من دول مثلا روسيا او دول شرق اسيا يعني عموما، فهو ما بيبقاش لغته اصلا انجليزي، بيبقى فانتوا عنده الاثنين اكسنت صعب كمان اه. بالظبط فانتوا تظبطوا مع بعض. بس انا عايز في الاخر التخبيط ده يعني ان احنا في انجلش، في ليفل كده من الانجلش اللي هو بتمشي بيه. طبعا ده لو الشركه بتتعامل مع اجنبي يعني، او معاك حد في تيم اجنبي، لكن الانترفيو في الاغلب بيبقى عربي عشان يديك اريحيه ان انت تشرح براحتك. لما لو بتقدم حاجه بره مصر لازم يبقى انت بتعرف تشرح اللي انت هتقوله بالانجلش وتوصله، وده على فكره بيبقى اسهل شويه لان انت في الاغلب هتلاقي الكلام التكنيكال بالانجليزي اسهل لك يعني، انت يعني مش داخل تهزر معاه وتتكلم مثلا يعني مثلا زي اي حاجه زي اي فيلم انت هتشوفه انت بتتكلم كلام تكنيكال، فانت هتلاقي الكلام بيجيب بعضه يعني، ما بتبقى اسهل شويه. تمام جدا. طيب خلينا، انا في سؤالين فاضلين. اول سؤال هو ازاي الواحد يفضل stay updated في النقطه دي، انت كلمت عنها شويه بس برضو يعني لو حابب تضيف حاجه، ازاي الواحد يفضل دايما مواكب للي بيحصل ليه. اوكي انا والله يعني بحاول بقدر الامكان على المستوى الشخصي، الموضوع ده اصله صعب يعني، انا عامل مشكله على المستوى الشخصي ببقى متابع كام شخص على لينكد ان، منهم انت طبعا. أنا مش ربنا يكرمك يا رب. بس والله انت ايه، الواحد بيديك يعني فيدباك عن اللي بيحصل حواليك يعني، انت تحاول بقدر الامكان تبقى متابع كذا حد بيشيروا دايما كده نوليدج او لينكات او ايا كان، بحيث ان هو في الاخر يوريك اللي بيحصل في السوق حواليك. وحاول برضو دي بحاول اعملها ان انا ان اولا في على مستوى الشركه بتاعتك يبقى في شيرنج للنوليدج بين الناس وبعض، دي طبعا بتختلف من شركه للتانيه، بس يعني دي شركات كتير بتعمل كده ان انت بيبقى في زي كوميونيتي براكتس او شيرنج نوليدج عموما، ان انت كل واحد شغال في بروجكت يقول يا جماعه والله انا بعمل كذا كذا وبستخدم التولز الفلانيه، بيشيروا النولج مع بعض. وبحاول بقى الايام دي كمان اعملها على مستوى صحابي بقى، سواء دفعتي من الكليه او من المنحه او من كده، ان احنا كل فتره نتكلم، كل واحد يتكلم عن شغله بيعمل ايه، بحيث ان احنا نبقى متابعين ونشير بقى كل حاجه يعني حلوة جدا من الفكرة دي. لحد بس لا انت لازم تبقى متابع يعني اللي بيحصل، مزايا وعيوب كل شركة يعني، دي برضو من النولج اللي بتتشير هي يعني، دي مش كل كمان الناس صعبة تلاقي في حاجة غير في صحاب يعني، ما ينفعش حد يعملها in public، فدي تبقى مفيدة لو انت عندك جروب فعلا من صحابك
غير كده كلكم حد احسن. لو حد بيعمل لاين بابليك الموضوع مش هيبقى لطيف يعني. ف يعني مش بتخش تقول له انت بتاخد كام، بس انت لا لا بتبقى مش قصدي، بس في حاجات كتير في الشركات ما ينفعش واحد يشيرها، فمهم ان الواحد يبقى عنده يعني دائره معارف لو قريبه منه في شغالين في حاجات مختلفه، ده يكون كويس يعني. صعب تلاقيها في بودكاست او في بوست حتى او كده، صاحب الكلام ده هيتأذي يعني. فدي فكره كويسه جدا صراحه. مزايا وعيوب الشركات، الانفايرمنت، الناس بتتعامل ازاي، مديرك بيحصل، عشان انت تبقى شايف انت فين وتبقى عارف ان انت في المكان اللي انت فيه ده انت كويس والحمد لله الدنيا كويسه، ولا انا بيضحك عليا، ولا انا يعني. فالنوليدج دي بتبقى بصراحه مهمه، ان انت تحاول دايما تكومينيكيت مع الناس اللي حواليك من نفس مجالك يعني. تويتر ودي حلو في النقطة دي بصراحة يعني. تويتر ما اعرفش انت هناك ولا لا، بس يعني في ناس هناك بيعملوا سبيسز كتيرة وبتاع وبيتكلموا شوية بأريحية، فدي نقطة كويسة برضه يعني. لو حد فين؟ حابب على تويتر يعني هتلاقي التك كوميونتي على تويتر كويس جدا. أنا بصراحة ماليش فيه قوي. أنا انا برضو يعني مؤخرا ابتديت اشارك في الحاجات دي، انا بحضر بس كمستمع يعني، بس الناس بيشيروا حاجات مفيدة جدا بصراحة هناك يعني. ف لا بشير معايا. طيب الحاجات دي طيب أنا مش شخص انا متابعت كذا حد هناك لقيتهم يعني ايه بيعملوا انشطه كويسه، وفي اللي هي قهوه المبرمجين لو تسمع عنها، بيعملوا تقريبا سبيس كل يومين ثلاثه كده، وبيخش ناس كويسه يعني. طبعا باشمهندس محمد الجيش مثلا اللي هو سينيور مانجر في امازون، وباشمهندس احمد عصام، في كام حد كده هناك كويسين جدا بيعملوا شغل حلو يعني. ف باش اديني معاك في الحاجات طيب دي. حاضر حاضر معلش. بس يعني ده ملخص ان انت بتحاول تبقى updated، وان انت كل فترة كده بقى بتقوم مثلا بقى عندك شوية وقت في الشغل تخصصه لان انت تتعلم سكيل جديدة. دايما حاول الليرنينج بتاعك، حتى لو يعني في الشغل، ما في نوعين من الشغل، انت ممكن تبقى في شغل في مكان هو اصلا بالليرنينج كيرف بتاعه عالي وعمالين يقولوا لك اتعلم كذا وتعلم كذا، ودول ساحلينك معاهم، وبعدين فجأة بتلاقي الدنيا هديت ان انت خلاص الشغل ماشي، هم مش عايزينك تتعلم حاجة جديدة. فلازم انت بقى في اللحظة دي ما تسكتش، لا انت تروح تحط لنفسك تراك جانبي في الحاجات اللي احنا كنا حاطين لها ليست على جنب كده، السكيلز اللي انا كنت عايز اقرا عنها، اشوف بقى كراش كورس كل حاجة فيهم، امشي ايدي مثلا في البروبلم سولفينج شوية، مش عارف ايه، بتريفريش النولج بتاعتك لان انت في الاغلب هتنساها طالما الحاجه ما بتستخدمهاش هتتنسيها. هل تغيير الشركات برضو يعتبر حاجة مفيدة في النقطة دي ولا؟ هو مفيد طبعا، بس قوه التغيير يعني انا شايف بصراحه اللي هو انت في فتره معينه لازم تقعدها في كل شركه بحيث ان انت اخدت كل النولج واديتهم كل الحاجه اللي عندك، انت اديتهم كل النولج اللي عندك وهم استفادوا منك وانت اخدت برضو منهم كل النولج، وصلت المرحلة اللي هو انت تمام، انت مش هتتعلم حاجة جديدة قوي، وفي نفس الوقت ايه، عايز تشوف فرصة جديدة وتتعلم تستكشف حاجات جديدة. فالنقطة دي طبعا بتختلف من شركة للتانية، من مكان للتاني، ومن شخص للتاني، بس يعني مينيموم سنة يعني، ما تحكمش على شركة قبل كده إلا طبعا لو في مشاكل يعني كارثية يعني لازم تمشي، بس يعني بنتكلم ايه، بتقعد سنة سنتين أنا دايما في بسمع الشركة. سنتين ده الرقم اللي أغلب الناس اتفقت عليه يعني. هي سنتين دي بتيجي بالصدفة كده، ما تفهمش ليه تحس ان سنتين هو الرقم اللي بيجي مع الناس كلها، بس هو أنا بحس إن ده الرقم المشترك ما بين الناس كلها يعني. ده الريت الطبيعي. طبعا كل ما بتنقل شغل جديد بيعلمك اكتر، بس في ناس بتاخد الموضوع اكستريم شوية، ان هو ست ست شهور شهور في سنة ده الرقم التاني اللي بشوفه برضه كتير يعني، بحس إنه مش صح بصراحة. بالظبط، وخصوصا لو انت عمال تتابع حتة السالاريز بتزعل شوية، بتحس ان ايه كل شوية تلاقي شركة مثلا بتدي اعلى شوية، فانت برضو حاول ما يبقاش خصوصا في الفترة اللي في الاول ما يبقاش المحرك ليك هو السالري على قد ما انت النولج، بس يعني طبعا في مينيموم للسالاريز انت لازم تحطها مع نفسك مع حياتك، انت في الفترة اللي انت فيها دلوقتي ايه المينيموم اللي انت هتاخده وهيعيشك كويس، في المسؤوليات بتاعتك دلوقتي، في وضعك، في كل حاجة. أصلا في مصر الوضع كمان بسبب موضوع تغير التعاملات اللي بتحصل كتير دي. ف وبتلاقي شركات بالدولار، وبتلاقي شركات ريموتلي، فانت بتبقى دايما حاسس ان انا فايتني كتير. أنا انا متأخر دايما، هي دي مشكلة المجال عامة، فكرة دايما حاسس إن هو متأخر، ودايما فكرة السن أنا عملت إيه والناس اللي قبلي عملوا إيه، دايما الموضوع ده يعني مربك شوية في المجال بتاعنا يعني. ف
فاهمك. اه بس لا يعني انا بصراحة شايف انت اقعد خد النوليدج، حتى لو انت قعدت في مكان السالري بتاعه ممكن يبقى قليل شوية، بس هتاخد نوليدج ان شاء الله توديك مكان بتاع تعوض كويس. الكلام ده واحسن منه كمان. ف ما تستعجلش على نقطة السالري في اول 2 3 مثلا. مهم جدا. طيب اخر سؤال، هو ازاي الواحد يعمل امباكت كويس بقى بعد ما يخش الشركه؟ يعني انا دلوقتي خلاص اتعينت، ايه لو في اي نصايح مثلا الواحد يزود الامباكت بتاعه لما يخش بقى البوزيشن الجديد؟ يعني اوكي، اول حاجه يتعرف على الشركه. يعني انا بشوف مثلا اول 3 شهور او اول 6 شهور كمان انت بتعرف الناس دي بتعمل ايه، والناس دي عايزه ايه، وشغالين ازاي، والطريقه اللي مريحاهم ايه، وتخرج من الطريقه اللي انت كنت فيها او اللي انت متوقعه، لازم تبقى انت ماشي مع فلو المكان اللي انت فيه. ممكن تبقى انت جاي مثلا من شركه ستارت اب فهم شغالين من غير بروسيس والدنيا سهله والدنيا جميله، وتخش ورتم مكان سريع كبير، وبتاع. تخش مكان كبير تلاقي بقى الريتم هادي، في بروسيس ريستريكتد قوي، هو انتوا بتعقدوا الدنيا على نفسكم ليه؟ استنى اقعد 3 4 شهور كده وتعود على طريقتهم، لان اكيد طريقتهم ليها سبب ان هم حطوها، يعني حتى لو انت مش فاهم السبب دلوقتي. فانت دايما حاول تستكشف اول فتره، بعد كده تراقب وتشوف المشاكل اللي انت لاحظتها بعد الفتره دي، بعد كده تحاول تريبورت المشاكل دي. يعني دايما خليك شخص بيساعد المانجر اللي حواليه او بيساعد الناس اللي حواليه في ان هو يديتكت المشاكل اللي هم ممكن يبقوا شايفينها، خصوصا ان انت لسه جاي، هم خلاص كلهم متعودين على طريقه شغل معينه، فانت هتلتزم بالطريقه دي. بعد كده انت لاحظت مشاكل في الطريقه دي، شير بقى الكلام ده، وضح الكلام ده، وقول يا جماعه خليك يعني شخص من الاخر بتحاول تعدل من المكان اللي انت فيه. بس طبعا ده بعد فتره، عشان ما تخش تقول انتوا عاملين كده ازاي، اعملوا 1 2 3 بعد فترة. دي حاجة. طبعا حاجة تانية علاقتك بالناس. في ناس يعني مثلا انت، انا اشتغلت مع في تيم وبتعامل مع 3 4 5 تيمات تانيين، في واحد كده دايما بتلاقيه في كل تيم هو الشخص اللي هو ايه، اللي انت تحب تكلمه لما تعوز حاجة من التيم ده. خليك انت بقى الشخص ده، يعني خليك انت الشخص اللي الناس بتتعامل معاك بأريحية، بترد بسرعة، بروفيشنال جدا، حتى لو حاجة بسيطة. يعني هو طالب منك حاجة بسيطة قوي تعملها له بروفيشنال قوي، تهتم بيه، تقول له مثلا لو انت مش فاضي، انا مش فاضي معلش دلوقتي هكلمك كمان شوية، تحدد له مثلا وقت معين او فترة معينة، وتكتب لنفسك عشان ما تنساش الشخص ده، حتى لو اي حاجة بسيطة بس انت بتدي فيدباك وانطباع عنك انت شخص بروفيشنال، وهو هيرتاح في التعامل معاك. طبعا فحته بقى الردود بسرعه والردود بطريقه بروفيشنال، وان انت تقول وتساعده للاخر والكلام ده، بحيث ان انت تدي صوره كده عامه ليك المكان اللي انت داخله، ان انت شخص يعتمد عليه، لو عوزت اي حاجه هتكلموه هترجعوا له، فهو ايه، دي بيدي انطباع كويس عنك. بعد كده بنخش بقى في مرحله الشيرنج النوليدج، ان انت لو عندك معلومات تكنيكال تحاول مثلا تديها في سيشن، مثلا لو انت الشركه بتاعتك بيعملوا سيشن انترنال، ولو ما بيعملوش تعرض عليهم الفكره، يعني تقول لهم انا عايز اقول لكم كذا، اديكم فكره عن كذا، وتشجع ناس تانية ان هي تشير النولج دي برضه. بعد كده بقى ممكن يعني تشوف مثلا حته معينه في الشغل نفسه، في اريا من الامبروفمنت اللي مش مطلوبه منك برضه، دي بتبقى حاجة كويسة، بس برضو ده على حسب ضغط الشغل اللي عليك. يعني مثلا في فويس مثلا هم بنشجع بعض على حتة ان انت ايه، تأوتوميت حاجة، تساعد حاجة، تعمل حاجة هي مش شغل عليك، هي مش حاجة إلزامية، بس انت عارف ان هي هتساعد، انت لاحظت ان في جاب، فعارف ان الحتة دي لو عملت مثلا فيها تول فلانية او حاجة تساعد تمانج الكلام ده، هتريح بيها ناس كتير. ف اخش اعملها واعرض الافكار دي على المدير بتاعك وابدا فيها، تمام؟ فده برضو هيدي عنك فيدباك ان انت شخص يعني انيشيتيف، ويعني ان انت شخص يعني بتحاول بتغير من المكان اللي انت فيه عموما. بس كل ده بيدي اكيد عنك امباكت، يعني يا ريت يبقى الشخص ده. يعني ربنا يرزقكم كلنا نبقى كده. كويس جدا، يعني انا شخصيا استفدت كتير والله يا باشمهندس، وان شاء الله تكون يعني ايه يبقى لينا تعاون مره اخرى. لو في حاجه حابب ان انت تختم بيها قبل ما نختم.
لو حاجة حابب أختم بيها بس أركز على النقط الأساسية في الملخص، يعني الموضوع إحنا اتكلمنا فيه النهاردة. أولا حتة إن أنت تبقى flexible، حتة إن أنت المجال الـ ML Ops عموما ما تتجهش إن أنت تبدأ بيه، عشان أنت زي ما شفت هتلاقي تولز كتيرة وكده، لا أنت حاول تبقى في حتة قريبة منه وبعدين شفت عليه لو أنت يعني حابه. يعني حتة إن أنت تتعلم اللي تحتاجه بس في نفس الوقت تبقى عارف كل الناس التانية حاجة بتعمل ايه؟ الناس التانية بتعمل إيه، العلاقات بالناس والشيرنج معاهم بحيث إن تستفيد وهم يستفيدوا تبقى الدنيا كويسة. حتة السي في، إن أنت تهتم طبعا بالسي في بتاعك، تاخد عنه دايما فيدباك، دايما تطور فيه، وتهتم باللينكد إن بروفايل بتاعك. ومش وبرضه في ناس يعني في الحته دي بتعمل زحمه على لينكد ان على الفاضي، يعني مش زحمه بس حاول يبقى الموضوع انت كل فتره ظاهر وبتعمل حاجه جديده، بس مش ظاهر من اجل ان انا ظاهر وخلاص، انا ظاهر بدي فايده للناس، بكتب بوست مثلا اشرح لهم في حاجه، الخص لهم في حاجه، شير معاهم فيديو، شير معاهم حاجه تفيد، اعرفهم مثلا انا خدت تراك معين او كورس معين وانصحهم بيه ويكون فعلا فادني، مش كورس فعلا وحش، لان في شخص ممكن يروح يشوف لما يلاقي كورس تعبانها هيضايق منك يعني. فلا يعني حاول يبقى الامباكت بتاعك والظهور بتاعك على لينكد ان انت بتضيف اي حاجه للناس. بس ده ده يعني ملخص اللي يعني اتكلمنا فيه النهارده، ويعني يا رب تكون يعني فادت بيها اي حد يعني. ده انا ان شاء الله انا شخصيا استفدت كتير، مبسوط جدا انا اتكلمت معاك بصراحه، يعني الكلام كان سلس جدا الحمد لله، وانا ما حسيتش بالوقت، يعني مبسوط دلوقتي اللي احنا بقالنا تقريبا اكتر من ساعه ونص، فده يعني انديكيشن كويس جدا ان الجلسه كانت ممتعه، يعني اتمنى تكون انت كمان يعني استمتعت، انا عارف انت تعبت كتير اكيد، اتكلمت كتير والظروف نفسها مش مهيئه قوي، موضوع السفر وكده، فبتأسف يعني لو الموضوع كان فيه غلاسة أو حاجة، ربنا يكرمك كده، وإن شاء الله تكون، أنا متأكد الناس هتكون استفادت يعني من الكلام، وهسيب اللينك الإيميل بتاعك برضه لو حد حابب يسأل أكتر عن الموضوع أو حابب ياخد منك معلومات عن أي حاجة يعني ليها علاقة بالمجال، إن شاء الله يقدر يتواصل معاك يعني، وبس، وأتمنى يكون الموضوع مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، شكرا جدا.